بكم صباح الخير. إذن الثامنة في دبي صباح الأربعاء السادس من نوفمبر، ولكن ما زلنا في الخامس من نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن العاصمة الأمريكية الساعة 11 مساء. كان بودنا أن نعطيكم ونزف إليكم اسم الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن طبعا هذا لن يحصل. الترقب هنا على أشده في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم في الواقع. قبل ساعات معدودة أغلى المكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها بعد أن أدى الأمريكيون بأصواتهم لاختيار رئيسهم القادم، مجلس نوابهم وثلث مجلس الشيوخ. إذن عديد أيضا من المجالس المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. على امتداد ثلاث ساعات سنكون في تغطية مباشرة خاصة لمعرفة آخر طبعا الأرقام، آخر الأخبار، آخر استطلاعات الرأي وآخر أيضا النتائج. ينضم إلينا في هذه الجلسة الخاصة والتغطية الخاصة دكتور إبراهيم الأصيل، الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. أهلا بك. خاص للبرنامج. أهلا بك. أستاذ طارق الشامي الصحفي والمحلل السياسي أيضا عن الحزب الديمقراطي ستتحدث. أستاذ حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية عن الحزب الجمهوري. سأبدأ إذن بآخر الأرقام معك. كيف تبدو الخارطة الآن؟ الخارطة الكثير من البقع نراها الآن زرقاء أو حمراء، الكثير منها كان متوقع، لا شيء مفاجئ حتى هذه اللحظة، ولكن أيضا يبدو الطريق سلس نوعا ما أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ولكن ما يزال الوقت مبكرا، سنذكر بذلك. ما يتزال هناك الكثير من السيناريوهات. تحدثنا أن هناك ثلاث سيناريوهات رئيسية لهاريس لتربح. أحد هذه السيناريوهات تحتاج أن تربح جورجيا أو نورث كارولينا. الآن يبدو هذا السيناريو ضعيف جدا. هذا يعني أنها ستحتاج بنسلفانيا، ستحتاج ميشيغان، وستحتاج ويسكونسن. إذا ما خسرت أي من هذه الولايات غالبا انتهى الموضوع لصالح المرشح الجمهوري. كيف تتابع الآن هذه النتائج أستاذ طارق؟ هل حدودها بدأت تنقص أم ما زال مبكرا لنقول ذلك؟ لا أعتقد أنه ما زال مبكرا، لأنه هناك حتى يعني آخر الأخبار أنه إعادة عد لأكثر من 30 ألف صوت في ويسكونسن، وهذا يعني أننا سوف نتأخر يعني في مسألة العد قليلا. كذلك بنسلفانيا أيضا أعتقد أننا سننتظر عدة ساعات، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنه سيكون هناك فائز قريبا، لأنه في النهاية هاريس تحتاج إلى ولايات الجدار الأزرق والثلاثة يعني متقاربة للغاية. صحيح أنه هناك مفاجأة بأنه يعني ترامب حقق ربما أكثر مما كان متوقعا بالنسبة لي على الأقل، وبالنسبة للكثيرين أيضا، خصوصا في الولايات الجنوبية مثل جورجيا أو يعني نورث كارولينا. لكن ما زالت هناك يعني بعض الرهانات، وأعتقد أنه حتى أريزونا لا يمكن القول بأنها حسمت بشكل نهائي. هذه الولاية الحدودية التي ركز فيها كثيرا ترامب على الهجرة قد تكون هي في صف ترامب؟ أستاذ حازم، يجب أن تكون في صف ترامب. لماذا يجب؟ هي ولاية متأرجحة. كما أنا شعب هذه الولاية من الهجرة غير الشرعية، وكل مهاجرة غير شرعية، نحن ليس لدينا مشكلة مع هؤلاء الأشخاص، لكن كل هجرة غير شرعية هي جريمة، هي شيء معادي للقانون. فهذه مشكلة هؤلاء، أن القانون لا يحترم، لا يحمى من قبل إدارة هاريس. إدارة بايدن. لا، موضوع الحدود. موضوع الحدود. كل المواضيع قد تستطيع الإشارة إلى بايدن وتقول هذه مشكلة بايدن. إلا موضوع الحدود، أنها هي عينت مسؤولة عن مشكلة الحدود الجنوبية ولم تزالها. من الذي عقل القانون؟ تجد هي متساهلة في هذا الموضوع. ترامب عقل القانون. ترامب ليس منتخبا، ليس موجود في السياسة. هو يمارس نفوذه على أعضاء الكونغرس. إذا لم يستطيعوا مجابهة شخص ليس له صفة رسمية.
بس استطوع مجابهة مشاكل. أنت تجاف الحقيقة. الحقيقة أنه مارس ضغوطا. هو مارس ضغوطا. الحقيقة أنه ما زال إلى الآن طبعا ما زلنا نحاول أن نجذب أكثر فأكثر أصوات المندوبين لنصل إلى الرقم السحري الرقم 270. إلى الآن ترامب لديه 210 من هؤلاء الأصوات، 211 و145 لهاريس. وطبعا ما زلنا لم نحسب بعد هذه الولايات التي لديها مندوبين الأكثر في أمريكا مثل مثل كاليفورنيا مثلا. سمحي لي نوفل، سنانا خجل بعض الشيء في الإعلان عن النتائج، لأنه يتكرر سيناريو 2020 عندما كان هناك إعلان مبكر عن النتائج خصوصا في الطرف الجمهوري، لأنه ترامب أعلن عن فوزه مبكرا جدا جدا، وكان عليه من الصعب بعد ذلك أن يتراجع عن هذا الفوز. نستمع إلى هذه الموسيقى، هذه الموسيقى وكأنها موسيقى الدبكة يعني. هنا كنا وإحنا نأتي هنا إلى الاستوديو مظاهرة للناس مع غزة مع الأعلام الفلسطينية من أمام البيت الأبيض. الآن لا أعرف هذه تابعة لمن، يعني بنت من هذه المظاهرة، ولكن أعتقد مجموعات، ربما مجموعات طلابية أيضا. نعم. وخلال الساعات القادمة بالمناسبة أعتقد أن موضوع العربي والأصوات العرب الأمريكيين سيأخذ حيزا مهما، خصوصا عندما نبدأ بالحديث عن ولاية ميشيغان ولمن ستحسم للطرف الجمهوري أم للطرف الديمقراطي. لنعود الآن للولايات التي أغلقت والتي تقريبا عرفنا نتيجتها ما هي. لدينا إذا ما نظرنا إلى الخريطة طبعا هناك ولايات حمراء معروفة مثل كنتاكي مثل ميسيسيبي تينيسي كلها تم حسمها، وهناك أيضا ولايات زرقاء فيرمونت كيناتيكيت ماساتشوستس. هذه الولايات لم نكن نشك لدقيقة واحدة بأنها ستكون محسومة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحسم أي من الولايات المتأرجحة السبعة. دكتور أستاذ طارق، قلت أنك تفاجأت بنورث كارولينا وجورجيا، ولايات عادة هي ديمقراطية، خاصة جورجيا فاز بها ترامب في 2016 عادت إلى جو بايدن في 2020. سؤالي هنا عن ولاية أخرى التي نحن فيها تقريبا الآن، وهي ولاية فيرجينيا. ولاية فيرجينيا عادة هي ديمقراطية، هل يمكن أن تحصل مفاجأة لأنها قريبة جدا؟ يعني منذ قليل كانت كان ترامب متقدما، لكن عادت مرة أخرى هاريس تتقدم. الآن هي متقدمة وأعتقد بفارق مريح. يعني أتصور أنه يعني فيرجينيا ليست في خطر بالنسبة لهاريس، سوف تحتفظ بها على الأرجح. صحيح أنها صوتت في يعني قبل عامين ليانكن، هو حاكم الولاية وهو جمهوري، وهو يعني حاول إرضاء ترامب في كثير من السياسات، لكن أعتقد أنها جاءت بنتيجة عكسية. يعني هناك الآن تقدم لهاريس، وأعتقد أنها سوف تواصل التقدم في هذه الولاية. لكن بالنسبة للولايات الجنوبية الأخرى، يعني يجب ألا ننسى أنه حتى يعني خسارة ترامب لهذه الولايات جاءت بتقريبا 77 ألف صوت. نعم. وهي نسبة كانت ضئيلة جداً. وبالتالي الآن بنتيجة للارتفاع الأسعار وتضرر الكثيرين منه، هو يستعيد. نعم. هذه يعني حزام ولايات حزام الشمس نورث كارولينا، وهو يعني احتفظ بها المرة القادمة، يعني هو لم يخسرها أصلا. صحيح. وبالتالي لا تحسب له. نعم. يحسب له جورجيا، هو خسرها فقط بحوالي 12 ألف صوت. صح. يعني رقم ضئيل للغاية، وكذلك أريزونا ونيفادا. الآن أود أن أسأل، لأنه طلع خرجت نتيجة فلوريدا، فلوريدا هي جمهورية، الآن الرئيس السابق دونالد ترامب موجود في مارالاغو في هذه الولاية وصوت هناك. سؤالي أن هناك تقارب عندما هاريس تكون لديها 40% في ولاية تعتبر ولاية رئيس ترامب، ماذا يعني هذا؟ طبعا فلوريدا مثيرة للاهتمام، بعد جائحة كورونا كان هناك تغيير ديموغرافي كبير في فلوريدا، وانتقل الكثير من أشخاص من ولايات أخرى إلى فلوريدا. فاليوم نتعرف إلى فلوريدا من جديد، قد يكون ديموغرافية مختلفة. لا أعتقد أن فلوريدا ستكون يعني مؤشر إلى بقية الولايات، لأن كما نرى في الكثير من الولايات، مع أن جميع الأصوات لم تحسب بعد، لكن في ولايات تعتبر زرقاء، هي اليوم زرقاء بخجل، والولايات التي يعني كان متوقع أن ترامب لن يفوز بها بشكل واسع النطاق تبدو حمراء جدا. فأعتقد أن هناك مؤشر وطني اليوم أن ترامب يكتسح،
يكتسح هي كلمة كبيرة قليلا مبالغ فيها قليلا أستاذ حازم. يعني أنا 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 أتوقع 286 إلى 296 صوت. نكتبها يلا 286 296 لنرى بعد ذلك كيف ستكون. سنخسر ميشيغان. من الواضح أن ميشيغان تتجه يسارا لكن تتجه إلى الحزب الديمقراطي وليس يسارا. أوكي حتى نكون يعني نكون عادلين وواقعيين. الولايات المتأرجحة الآن كلها تظهر باللون الزهري ولكن مرة أخرى الزهري الزهري هذا يعني أنها نحو الجمهوري نحو الجمهوري ولكن هذا يعني أنها لم تحسم بعد. هذا نعم. سراب أحيانا يكون يمكن أن يتغير يمكن أن يتعزز. ولكن أتفق مع حزم بنقطة أن هناك بعض المقاطعات داخل ولاية فلوريدا بالقرب من ميامي والتي كانت زرقاء لفترة طويلة شاهدناها الآن تتحول إلى الأحمر. هناك بعض هناك ميل واضح في أصوات اللاتينيين أكثر مما كان متوقع لصالح دونالد ترامب. هذا لا يعني على الإطلاق أن حزام الصدأ سيكون متجها نحو دونالد ترامب ولكن هناك بوضوح خصوصا عندما نتحدث عن ولاية فلوريدا أنها تتحول إلى الأحمر الداكن ولاية جمهورية بشكل كبير. أود أن أبقى معك في نقطة وهي نقطة المشاركات الكبيرة الأخيرة للناخبين الأمريكيين. هي مشاركة ربما كانت مشاركة تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة. صحيح أعداد طبعا أعداد المصوتين بشكل مبكر مرتفعة جدا. أعداد المصوتين عن طريق البريد مرتفعة جدا. أعداد الذين سجلوا أيضا في الحزبين وكمستقلين علما أن أصوات المستقلين خصوصا إذا ما نظرنا إلى ولاية بنسلفانيا قرابة 1.5 مليون مسجل مستقل رقم كبير جدا. أيضا الديمقراطيون خسروا قرابة 100,000 من المصوتين لصالح الجمهوريين. ولكن طبعا أيضا تخسري في مكان ربما تربحي في مكان آخر. ميشيغان وويسكونسن مهمة جدا. نعم. إذا ما لم تربح هاريس جورجيا أو نورث كارولينا عليها أن تربح بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وإلا خسرت السباق. صعب أستاذ طارق. في الساعات الأخيرة رأينا كان فأن الحزب الديمقراطي كان يذهب إلى بنسلفانيا في الأبواب البيوت ويدق عليهم ليدعوهم للمشاركة في هذه الانتخابات. كانوا يتصلون حتى كمالا هاريس اتصلت بأشخاص معينة على هواتفهم تعالوا وصوتوا. هل هذا ديسبرت؟ هل هذا فيه يأس نوعا ما؟ أو هذا عادي بالنسبة للانتخابات الأمريكية صراحة؟ لا أعتقد أنه جزء من الحملات الانتخابية وربما يكون يعني تكنيك غير معتاد انه يعني في اللحظات الاخيره تذهب وتطرق الابواب. لكن عمليه طرق الابواب هي تتم بس لكن في المستويات الادنى وليس بمستوى الشخص المرشح نفسه يعني. ولهذا كانت مفاجاه قليلا. البعض اعتبرها ياس كما تفضلت. البعض اعتبرها انه تعزيز لانه بنسلفانيا تحديدا كانت هناك في اللحظات الاخيره رهانات بعد التصريحات التي اصدرها كوميديان في نيويورك على بورتوريكو. وهناك اكثر من 400,000 تقريبا من أصول بروتركيرية هناك. وبالتالي هذا يبدو أنه أثر قليلا أو ساعد الديمقراطيين. وحملة هاريس كانت متفائلة قليلا في الأيام الأخيرة بالنسبة لبنسلفانيا. هذا الكوميديان الساخر الذي في سكوير جاردن في نيويورك وما قاله حول بورتوريكو وأنها جزيرة من قمامة وغير ذلك طبعا ما قاله. إذا ما خسر ترامب الانتخابات وبسبب هذه الأصوات ستكون الأكثر نكتة تكلفة في تاريخ العالم وتاريخ الحزب الجمهوري صراحة. أنا مخوفين من هذا الموضوع تحديدا لأن بايدن أتى وأصلح المشكلة عندما قال عنا الجمهوريين أننا قمامة. طيب هي نكتة صدر من ستكلف أكثر ربما لأنه موضوع القمامة قد يكلف أيضا كمالا هاريس. سؤالي ليس هذا ولكن سؤالي هو مثل كمالا هاريس وذهبت وهي و قادة الحزب الديمقراطي يطرقون الأبواب ويتحدثون معهم بالهواتف. أيضا ترامب في آخر الساعات كان يتصل بكل الإذاعات المحلية في بنسلفانيا يتدخل ويطلب منهم نحن لسنا في أمان تعالوا صوتوا وودوا منكم أن تقفوا في طابور الانتخاب إلى الآخر. هذا ما يسمى get out the vote أو إخراج الصوت من منزله إلى صناديق الاقتراع. هذا أساسي يعني كم بقدر ما يستطيع المرشح أن يقنع المنتخب والناخب الأمريكي بفكرة معينة
يحتاج هذا الناخب أن يخرج من بيته صباحاً يصطف بالدور ويعطي صوته في صندوق اقتراع. فهذه هي عملية هامة جداً وتحتاجها الحملات الانتخابية. طبعاً هاريس عندما قامت وكانت في المقدمة ووقفت وقرعت الأبواب واتصلت على هي لتحفيز فريقها والمتطوعين فريق المتطوعين الهائل لفعل المزيد. وأيضا ترامب ملك الإعلام في الولايات المتحدة يستعمل ما يعرفه الإعلام لإيصال فكرة وتحفيز المواطن الأمريكي على التصويت والخروج ذاك اليوم والاصطفاف. هناك فرق كبير في الحملتين، لأن مثلا الحزب الديمقراطي لديه كثافة كبيرة جدا على الأرض. صحيح. مع طبعا المتطوعين من هذا الحزب. الحزب الجمهوري عمل بطريقة مختلفة لأن ترامب كلية. يعمل بطريقة مختلفة، اعتمد على رئيس ترامب وعلى المراقبين. صحيح، رئيس ترامب استراتيجيته كانت تعتمد بشكل كبير على أنه يتولى مهمة إخراج الصوت، تولى مهمة تشجيع الناس على التصويت. لم يكن لديهم الكثير من المتطوعين على الأرض كالحزب الديمقراطي، ولأنه قال لهم ركزوا على موضوع التأكد من نزاهة التصويت. هناك الكثير من الفرق الجمهورية خصوصا في ولايات مثل أريزونا التي شكلت فرق من أجل هذا الموضوع، ولكن إذا ما نظرنا للحزب الديمقراطي نجد حاضنة على الأرض أنشط بكثير، تقوم بقرع الأبواب، تقوم بإجراء المكالمات الهاتفية، علما أن هذه النشاطات نرى على مر العقود أنها تؤثر ربما نصف نقطة فقط في الانتخابات، ولكنها مهمة جدا. وأعتقد من هنا تأتي الحركة التي قامت بها المرشحة الديمقراطية، تحاول أن تشجع الناس خصوصا في الأماكن التي ما زال الناس يصطفوا فيها في الطوابير من أجل الاقتراع. يخشى كل من الحزبين أنه إذا ما شعروا بأن الدفة تميل إلى صالح الآخرين سيعودوا إلى بيوتهم، لن ينتظروا، يريدوهم أن ينتظروا ويدلوا بأصواتهم. أستاذ رفض تفضل. أيضا لنتبع المال السياسي لدى الجمهوريون لم يعد في الحزب الجمهوري، صح، في الحملات الانتخابية وعند ترامب بالتحديد، عند ترامب وبعض الشيء عند ميتش ماكونل الرئيس السابق لمجلس الشيوخ. نعم. هنا المال، فالتحكم لمن يملك المال. لابد أن أبقى في هذه النقطة، هل هذا جيد بالنسبة لمستقبل الحزب الجمهوري؟ أبداً، هذا مخيف بالنسبة لمستقبل الحزب الجمهوري. فيرجينيا مثال، إذا أردنا أن نعيد فيرجينيا إلى الحض الأحمر علينا أن نعمل 48 شهر أو الأربع سنوات بشكل مستمر. الحملات تعمل لمدة 7-8 أشهر كل أربع سنوات 6 سنوات إذا كان مجلس الشيوخ. فهذا العمل الذي اعتدنا عليه في الحزب الجمهوري أصبح معطل بعض الشيء. نحتاج إلى إعادة صياغة على الأقل حركة المال داخل الحزب. نعم. التبرعات داخل الحزب. سأعود خلال هذه التغطية حتى نتحدث عن مستقبل الحزبين ولماذا الترشيح كان الكاستنج يعني أخرج في النهاية كمالا هاريس بالصدفة، لأنه طبعا بايدن انسحب وترامب مرة أخرى مع كل عراقة هذا الحزب الجمهوري رجعوا إلى ترامب مرة أخرى. أستاذ طارق، أود أن أسألك عن الحزب الجمهوري والمنتخبين، إما لكمالا هاريس الحزب الديمقراطي إما لكمالا هاريس أو للديمقراطي، لماذا ذهبوا صوتوا؟ ما هي أولوياتهم التي من أجلها وضعوا الصوت لصالح كمالا هاريس والحزب الديمقراطي؟ يعني أعتقد أنه لا أكون واضحا أنه الخوف من ترامب، يعني هم لا يريدون عودة ترامب مرة أخرى. هم يعتبرون وأنا كذلك أنه شخص غير مستقر، شخص يأتي بحركات يعني لم يعتد الناخبين وحتى يعني السياسيين على أن يروا مرشح جمهوري أو ديمقراطي يعني يستخدم هذه الألفاظ النابية ويعني يشيطن خصومه، ثم أنه سياساته كانت لم ترق للديمقراطيين طوال الخط، ليس فقط في الداخل وإنما حتى في الخارج أيضا. لكن هناك طبعا أشياء أخرى دفعت يعني الناخبين خصوصا النساء إلى التصويت لكمالا هاريس. أعتقد أنهم صوتوا لها أكثر من ترامب وفقا حتى لاستطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات، وشهدنا حتى الطوابير كانت فيها نسبة كبيرة من النساء طوال هذه المرحلة الانتخابية. طبعا ملف الإجهاض لعب دورا ربما في هذه القضية،
هناك أيضا يعني ملفات أخرى. أعتقد أنه كمالا هاريس قالت أنها سوف تتبع سياسة مختلفة عن نهج رئيس بايدن، وحاولت أن تنأى بنفسها عن هذه السياسات، منها يعني سياساته في الشرق الأوسط، منها السياسات الخاصة بالتضخم. قالت أنها ستضع يعني حدودا لارتفاع الأسعار، ستشجع أكثر يعني الشركات على كبح هذه المسألة التي بالفعل هي أدت إلى إيذاء الديمقراطيين بدرجة كبيرة. لماذا ذهب الجمهوريون للتصويت مرة أخرى لولاية ثانية دونالد ترامب؟ طبعا لدينا في الولايات المتحدة نختار المرشح عبر عملية انتخابية أيضا داخلية حزبية، لكن في الولايات جميعا كان المرشح الأفضل. كان هناك تنافس بينه وبين حاكم ولاية فلوريدا ديسانتس. ديسانتس بدأ فاشلا في العمل كمرشح أو ظهور كمرشح وطني. هو جيد في فلوريدا لكن لم يبدو مرشحا ناجحا على مدى الولايات جميعها. ترامب كان الأفضل والأقوى والأذكى. لا، هذا لسبب اختيار الحزب الجمهوري له، ولكن نتحدث عن الناخبين اليوم، لماذا اختاروا؟ ما هي على أجندة أولويات؟ طبعا الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد، ثم يأتي الأمن، أمن الوطني. طبعا الحدود الجنوبية هي مشكلة اقتصادية وأمنية أيضا، وطبعا الأزمات الخارجية والدور الريادي التقليدي للولايات المتحدة الأخذ في الأفول. اليوم أعطيت فرصة إدارة بايدن هاريس لأربع سنوات فشلت. بالتعقيب ترد علي حاضر. لكن دعني ألفت نظرك إلى ما يحصل الآن. شيء هام في لكوانا كاوني في بنسلفانيا. سكرانتون هي مدينة في يعني هذه معقل الديمقراطيين، أقل من نقطتين تفصلان هاريس عن ترامب. كل شيء ممكن. هذا كبير. أود أن طبعا بنسلفانيا أظن هي من آخر النتائج التي ستخرج الآن، ما زالت بدأت طبعا عملية الأغلب الإلغاء. لكوانا انتهت من الفرس. نعم. وتبدو لكوانا يعني ليست زرقاء جدا. بما يكفي يعني زرقاء مش غرقاء. شوية. تريد أن تجيب لأنه طلبت مني حق الرد. تفضل استطاع. الزميل حازم. الصديق يتحدث عن يعني ترامب ولكأنه زعيم عالمي، هو ليس كذلك على الإطلاق. بالعكس، يعني هناك زعيم أكثر عالمية من ترامب. لا بالعكس، يعني الأوروبيون منزعجون جدا منه، اليابانيون كذلك، الكوري، كل حلفاء أمريكا. ليس يعني بمعنى زعامة، ولكن لديه بصمة في القرارات في العالم. بصمة سلبية، بصمة سيئة، يعني للأسف حسب كيف يقيم ذلك حلفاء أمريكا التقليديون. هو انعزالي ويعمل على هذا الأمر ويريد يعني شعار أمريكا أولا. نعم، يعني هو دخل في صراعات مع الجميع، يعني حتى فرنسا فرض عليها رسوما جمركية. سنعود إلى السياسة الخارجية، سأعود إلى السياسة الخارجية لأنها مهمة. أستاذ دكتور إبراهيم، لماذا سألت عن لماذا ينتخب الجمهوري دونالد ترامب ولماذا سينتخب الديمقراطي كمالا هاريس، وحتى الغير مقتنعين إلى الآن لماذا ذهبوا هنا أو هناك؟ لأن الأولوية مختلفة تماما بالنسبة للاثنين. ما هي ثلاث أولويات بالنسبة للديمقراطي حتى نقارنها مع الجمهوري بحسب استطاعة الرأي؟ الديمقراطيين الكثير من الدراسات وضحت بأنهم كان في عندما سألوا الناخبين الديمقراطيين موضوع الديمقراطية بالضبط كان رقم واحد. موضوع الرعاية الصحية كان من الأمور الخمسة الأساسية. موضوع حق الإجهاض، وإن كان اليوم نرى في استطلاعات الخروج كما نقول الكثيرين منهم وضعوا موضوع حق الإجهاض متأخرا عما كان من المتوقع، بالإضافة طبعا لتحدثنا عن موضوع الرعاية الصحية والضرائب. بالنسبة للجمهوريين الاقتصاد، الهجرة، الأمن والجريمة، وموضوع الحدود. صراحة كأننا نعيش دولتين مختلفة تماما. ما في أي قاسم مشترك. لاحظت أن المشاكل التي يطرحها الديمقراطيين هي مفتعلة. كيف يعني مفتعلة؟ إذا خافوا على ديمقراطيتهم يعني كيف هي مفتعلة؟ لا يوجد خطر على الديمقراطية. يخوفون أن ترامب سيأتي ويأكل الديمقراطية، وخوفون من ذات الشيء. 6 يناير في الذاكرة. هو قال سأكون دكتاتورا. هو الثاني. لكن هذه المشاكل هي المشاكل التي هم الديمقراطيون فيها في وضع أفضل من ترامب، يدفعونها إلى المقدمة ويقنعون الناخب أن هذه مشاكلكم، لكن المشاكل الحقيقية هي الاقتصاد والأمن
والدوري الرياضي الأمريكي. ربما يعني معك في نقطة أنه ربما الاقتصاد سيكون أكبر عامل حاسم. طبعا بعد الانتخابات ستخرج كل الأرقام وكل التحاليل، قد يكون العامل الحاسم هو الاقتصاد قبل هو التضخم. يعني الاقتصاد تضخم. جيد التضخم. الاقتصاد التضخم. الأمريكي بشهادة وول ستريت جورنال هو لا. من أفضل الاقتصادات في العالم الآن. عندك حق الآن، لأنه إدارة، وهذه هي الإشكالية الآن الغريبة، لأنه الآن الاقتصاد هو من أفضل منذ 4 سنوات. أولا نسبة التضخم أقل من 5%، ونسبة البطالة أقل من 5%، وهي يعني نسبة جيدة جدا، والنمو طبعا أكثر من 3%. ورغم ذلك، أستاذ طارق، وأنت ستقول لي هذا الموضوع، لم تتمكن كمالا هاريس من استعمال هذه المؤشرات لصالحها، لأنها تريد إبعاد نفسها عن إدارة بايدن حتى لو كانت هذه المؤشرات إيجابية، صحيح أم لا؟ صحيح صحيح، ولكن هي أيضا تعلم أنه عنصر التضخم هو العنصر القاتل في هذا الملف، لذلك هي التضخم منخفض. انخفض لكن ما زال موجود. الزيادة انخفضت لكن ما زال موجود. يقارنون بماذا؟ يقارنون بدونالد ترامب في فترته كانت نسبة التضخم 1.2%، المنخفضة أكثر تاريخيا مقارنة بأي سنوات أخرى. ليس بفضل سياسات ترامب، بفضل سياسات أوباما. بفضل سياسات أوباما الذي ورث كارثة اقتصادية بسبب سياسات الجمهوريين في عصر جورج بوش والحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط. الديمقراطيين نوفر دائما مشكلتهم شخص آخر، هناك الشماعة يلقون المشكلة عليها. انظر إلى مستوى الاقتصاد وكيف تحسن في عهد أوباما. ثم استلم ترامب الاقتصاد. سأعود إليكم في هذا الجدل لأنه مهم جدا، ونتحدث نحاول تقييم عملية تقديمية لإدارة بايدن الذي يشاهد الآن من ورائنا من البيت الأبيض، هنا يشاهد يتابع طبعا هذه الانتخابات ونتائجها. ناصر، أظن أنه معنا مراسلنا في واشنطن، مرحبا بك ناصر، لديك آخر أخبار آخر الأرقام، تفضل ناصر. نعم، مرحبا بك نوفر ومرحبا بضيوفك الكرام، أنا معكم من هنا أتابع النتائج أول بأول لنعطي فكرة لمشاهدينا عما وصلت إليه آخر النتائج في هذا السباق الرئاسي الحاسم. هذه النتائج التي أتابعها وفقا لأسوشيتد بريس لوكالة أي بي، طبعا قد يكون هناك فرق بين هذه الأرقام وبين أرقام بعض المحطات مثل محطات CNN، ولكن اعتمادنا سيكون على الأرقام التي تعلنها أسوشيتد بريس. أول ولاية حاسمة حسمتها الأسوشيتد بريس للرئيس الجمهوري ترامب هي نورث كارولينا. أعلنت الأي بي أن نورث كارولينا سيفوز بها دونالد ترامب على منافسته كامالا هاريس. حتى الآن إذا نظرنا إلى الأرقام، 89% من أصوات نورث كارولينا تم فرزها، 50.8% ذهبت إلى دونالد ترامب، فيما 48.1 لكامالا هاريس. أي بي أعلنت هذه الولاية لدونالد ترامب، بذلك تخسر كامالا هاريس هذه الولاية. يبقى يعني كنتم تتحدثون عن مسارات نجاح كامالا هاريس، المسار الآن يصعب أمامها، عليها الفوز ببنسلفانيا ميشيغان وويسكونسن. لنلقي نظرة على ولاية جورجيا. ولاية جورجيا حتى الآن تم فرز 91% من الأصوات، دونالد ترامب يحصل حتى الآن على 51% من هذه الأصوات مقابل 48.3% لكامالا هاريس. يبدو أن ترامب يتجه إلى الفوز بهذه الولاية أيضا، خاصة أن هناك أقل من 10% من أصوات جورجيا. إذا
Pennsylvania if you're a Democrat running with a number like that. So let's take this off the screen and come on back to 2024. And you guys are asking, how come we can't call North Carolina? Well, we may be getting closer because Mecklenburg is in and Wake is pretty much in. This is Guilford. That's Greensboro. سأعود إذن إليكم نتحدث عن يبدو أننا على الهواء عدنا إذن تقييم لموضوع طبعا بايدن لأنه بحسب CNN اليوم عدم الرضا كان عاليا أكثر من 50% على إدارة بايدن. هل هذا مفهوم؟ أبدأ معك دكتور. بلا شك أن هناك استياء كبير والنتيجة اليوم إن كانت فعلا لدونالد ترامب هي شهادة بأن الكثير من أو أغلبية الشعب الأمريكي غير راضية عن أداء إدارة بايدن هاريس. موضوع الاقتصاد أكثر من 65% من الأمريكيين أشاروا بأنه أولويتهم في هذه الانتخابات، ولكن فعلا موضوع الاقتصاد موضوع معقد جدا ومن الصعب معرفة ما هي السياسات التي أدت إلى ماذا، خصوصا نحن نتحدث عن سنوات قليلة ومتتابعة، 4 سنوات لترامب 4 سنوات لبايدن، كان الانتقال سريع. يمكن لكل طرف فعلا أن يقول هذا نتيجة سياساتي لأن الاقتصاد على المستوى الماكرو على المستوى الكلي لا يتغير في شهر أو شهرين، ولكن ما نشهده الآن رغم تحسن معدلات الاقتصاد على المستوى الكلي بموضوع انخفاض معدلات البطالة انخفاض معدل التضخم، ولكنه لم ينعكس على حياة الأمريكيين بشكل يومي. الأمريكيون الأفراد لم يشعروا بهذا التحسن، فعندما سألهم دونالد ترامب السؤال التقليدي هل أنت أفضل اليوم أم من 4 سنوات؟ الكثير من الأمريكيون يشعرون أنهم كانوا أفضل حالة من 4 سنوات رغم أن الولايات المتحدة أغنى. التحدي هنا كبير جدا بالمناسبة، وأنا فعلا أشك أن أي من الطرفين لديه القدرة على التعامل لأن الكثير من القطاعات تموت، قطاعات أخرى تحيا، الكثير من المناطق الجغرافية تدفع هذا الثمن، لا يوجد استراتيجية حقيقية للتعامل معه. أستاذ طارق، هي إدارة ديمقراطية لمدة 4 سنوات بدأت فيها الكثير من الحروب، بدأت فيها الكثير من النزاعات. الأمريكي يحس أن الموضوع الاقتصادي جيبه وميزانيته أصبحت متعبة ومنهكة جدا. هل هذا يفسر الآن لماذا الأبروفلز يعني قبوله وتقييمهم هو سيء جدا لإدارة بايدن؟ هو سيء لعملية الإنفاق الباهظة التي رافقت يعني مكافحة كوفيد 19. هذه لم تبدأ كيف سنرميها الآن على ترامب؟ نعم، هي بدأت من ترامب. كيف يعني؟ هو أنفق كمية كبيرة، بدأت تريليونات الدولارات تضخ في الميزانية للمشاريع الصغيرة وللمشاريع الاجتماعية وغيرها حتى لا ينهار الاقتصاد، كان الاقتصاد على وشك أن ينهار. بدأ ترامب هذا ثم استكمله أيضا بايدن بأضعاف ما فعله ترامب، وبالتالي استمرت هذه السياسة، ونتيجة لهذا الانفاق العام الضخم جدا حصل هذا التضخم، لأنه المسألة كما هو معلوم هي عرض وطلب، العرض الأموال كثيرة والطلب محدود وبالتالي زادت الأسعار بدرجة كبيرة جدا. اسمح لي خرج بايدن علينا في أول أزمة التضخم وقال هذه أزمة عابرة ستنتهي دون أي ضرورة للتدخل، ولكن انتهت بعد 3 سنوات. عاد لنا بعد 6 أشهر وقال شدوا الأحزمة. نعم، تذكرين؟ وانخفضت نسبة التضخم بعد 3 سنوات. سأبقى معك. موضوع قد يبدو تافه جدا ولكن أود أن أسأل من باب الفضول. جيل بايدن زوجة الرئيس السيدة الأولى ذهبت للاقتراع وانتخبت وهي تلبس باللون الأحمر الذي نعرف جميعا، يعني أنا والدكتور إبراهيم كنا خلال كل هذه الأشهر وأنا قدم برنامج طريق للبيت الأبيض أتفادى الأزرق والأحمر لأنه نعرف أنه الأزرق هو للحزب الديمقراطي والأحمر للحزب الجمهوري. هل لهذا أي ملامح أي فهم أي رسائل؟ اعتقد انه يمكن ربما تفهم بطريقتين. رايت على منصه اكس البعض يقول بانها ضد كمالا هاريس، حقيقه لا اتوقع ذلك. وان يعني ربما نشك بما في صدر بايدن
ولكن جيل بايدن هي لديها القضية النسوية وما كل ذلك عملت له طوال حياتها موضوع اتحادات نقابات العمال، أعتقد أنها قلبا وقالبا معها، ربما أرادت بها أنها رسالة نوعا ما للحزب الآخر. بالعادة مثل هذا اليوم يتم ارتداء أحد اللونين، إما اللون الأرجواني وهو لون الحزبين الأحمر والأزرق معا، أو بخصوص النساء المرشحات هو اللون الأبيض الذي يرمز هو كلينتون إلى حقوق النساء في التصويت. لماذا سألت هذا السؤال؟ طبعا ليس على اللبس فقط أستاذ طارق، بايدن تم استبعاده في الفترة الأخيرة من حملة كمالا هاريس، وتم حاولوا الحملة أن تبعدها أكثر ما يمكن حتى عن ما قام به بايدن وما قدمه لأمريكا خلال الأربع أو ثلاث سنوات الأخيرة. نعم هذا صحيح، يعني هي كانت في وضع لا تحسد عليه، كان عليها أن تختار إما أن تكون جزءا من إدارة بايدن، وهذا ما يستخدمه الجمهوريون دائما وترامب تحديدا حينما يقول أن هاريس هي المسؤولة، هاريس هي المسؤولة، وهاريس نائبة رئيس ونائب الرئيس لا يملك صلاحيات، ولكن في نهاية المطاف هي تريد أن تنأى بنفسها عن هذه السياسات حتى تستطيع أن تقول لدي برنامج آخر مختلف، انتخبوني من أجل برنامجي المستقبلي ولا تحاسبوني على الماضي أو على صلتي بالرئيس بايدن. أعتقد أن هذه كانت الرسالة وهي كانت مضطرة لأن تفعل ذلك. بكل صراحة قبل أن أذهب إلى ضيف في القاهرة، لأن بكل صراحة عندما يكون هناك مرشح على مدى سنة أو سنتين وهو يقوم بحملته ويقودها ولديه فريق ولديه المال ولديه الإمكانيات، مقابل مرشحة قامت بالحملة لمئة وسبعة أيام فقط، كيف تقيم صراحة؟ أولا بسرعة جدا، ليس دفاعا عن جيل بايدن، لكن في المرة الأولى التي تعرفت إليها لجيل كانت وقتها زوجة نائب الرئيس، كانت أيضا تلبس الأحمر، أعتقد أنها تحب اللون الأحمر. أنا فقط سألت السؤال، قد يكون الموضوع حتى أبدأ بها السؤال حول ابتعاد كمالا عن بايدن. لكن تقييمك للحملة، لكن هذا الموضوع شائك، لأن حملة كمالا هاريس ورثت كل مقدرات حملة بايدن، هذا لا يمنع الأموال، الدعم، التشكيل، شخصية من 107 يوم فقط، لم تكن كذا، لم تكن متجهزة. تعرفين نوفل هذا خطأ من؟ خطأ كمالا هاريس التي نظرت إلى بايدن وتعرف كانت من يوم الأول أنه غير صالح لأن يترشح، ولم تتفوه بكلمة حتى فشل في المناظرة. يعني إذا لم يأتي ترامب ويناظر بايدن ويظهر مشكلة بايدن للشعب الأمريكي، قد يكون الشعب الأمريكي قد أصيب من مصيبة بايدن لأربع سنوات. لا خلينا نرجع لتلك المناظرة. طيب أود أن أذهب إلى القاهرة أولا. القاهرة معنا دكتور إميل الأمين. دكتور من القاهرة، كيف تتابع الساعات الأولى من هذا اليوم النتائج الانتخابات، وهي مسألة طبعا تأتينا تباعا؟ صباح الخيرات بتوقيت القاهرة الزميلة العزيزة نوفر، وصباح الخيرات على الزملاء في الاستوديو. بالتأكيد ما يلفت الانتباه حتى الساعة وأتمنى أن يمضي قدما هو حالة الهدوء والعقلانية لدى المواطنين الأمريكيين، حالة الوعي، الهدوء بالنسبة للاستقطاب السياسي، يعني اضمحلال العنف الذي كنا نتخوف منه، أتمنى أن يستمر هذا الوضع. من الملاحظ بالتأكيد أن حملة ترامب لديها مكاسب جيدة على الأرض. نحن في انتظار يعني خبر أستطيع القول أنه صغير للغاية، من فاز بولاية بنسلفانيا، إذا تأكد فوز دونالد ترامب بها فبلا شك يمكننا الاقتراب بأكثر من 90% بالقطع بأن ترامب هو رجل البيت الأبيض. من الواضح للغاية أن أمريكا الحمراء، أمريكا اليمينية، سواء كان يمين الوسط أو أقصى اليمين، سئمت من الممارسات الديمقراطية لليسار الديمقراطي الذي انحرف وانجرف بالولايات المتحدة الأمريكية. الحسابات ليست بها مفاجآت كبرى، سوفار يعني الأحزمة صوتت كما هو متوقع، سواء حزام الصدى أو حزام الشمس أو الحزام الإنجيلي كما هو معروف.
يعني حملة ترامب لديها الكثير من العقلانية في تصريحاتها. ترامب أهدأ بكثير، صوت حملة هاريس خفت لا سيما في الساعتين الأخيرتين، ولم يعود يعني يعطي تصريحات صحفية. نعم. قد يكون أو أقول قد توقعا لأي مفاجأة. دكتور إيميل في سؤالين. فيرجينيا. سأبقى معك في سؤالين. السؤال الأول، عامل الدين وهو عامل مهم جدا في الانتخابات الأمريكية، كيف يمكن أن يكون حاسما في هذه الانتخابات بالتحديد؟ بالتأكيد نحن دائما وأبدا نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة علمانية الهوية، لكنها مغرقة في الهوى الديني. هذه واحدة. ربما بعض تصريحات كمال هاريس في الأسبوعين الأخيرين، لا سيما في أحد المؤتمرات الصحفية في ولاية ويسكونسن، أخفقت في أن تقدم صورة بها شيء من الاحترام للمسيحية الأمريكية التقليدية. قد يكون هذا بشكل أو بآخر اختصم من حظوظها. بلا شك هناك دعم من التيار اليميني الإنجيلي البروتستانتي والكاثوليكي أيضا لدونالد ترامب، هذا أمر مهم للغاية. بلا شك العمل الديني كان حاضرا هذه المرة، لا سيما في ظل المد الديمقراطي اليساري، مساحات الإباحية والمثلية والشذوذ والإجهاض، تقديري أنها اختصمت أيضا من رصيد كمال هاريس. نعم. سؤالي الأخير لك دكتور إيميل، برأيك من تعتقد أنه يكون الأفضل لمصالح الدول العربية ولمصالح مصر بالتحديد؟ يعني التعميم من الصعب، كل إدارة لديها أجندتها الخاصة. الدولة الأمريكية العميقة لديها خطوط الطول والعرض، ولكن ربما تقدير الشخصي أن مساحات التفاهم، خيوط وخطوط التقاطع بين العالم العربي ودونالد ترامب أقرب بكثير، لأنها غير مؤدلجة بالشكل الذي كان عليه يعني الحزب الديمقراطي. لا أوفر القول لأن كمال هاريس حال فوزها ستكون الولاية الرابعة لباراك أوباما، وباراك أوباما رصيده سيء الذكر في العالم العربي، لا سيما في ظل الربيع الذي كان شتاء أصوليا ولم يكن ربيعا عربيا. بالنسبة لمصر تحديدا، يعني لا أود أن أصادر على آراء مختلفة، لكن ربما يكون رأيي الشخصي أن الرئيس ترامب هو الصديق الأقرب و يعني الاختيار المفضل شعبويا، مقاربة بباراك أوباما، بجو بايدن يعني لم نستشعر له حضور. كمال هاريس لا أظن أن لديها بصمة واضحة في السياسة الخارجية بشكل عام، تجاه الشرق الأوسط بنوع خاص أو مصر تحديدا. لا داعي إذن أنا أسألك عن من تود أن ترى الساكن القادم في البيت الأبيض. عرفت أنه ترامب. شكرا جزيلا لك دكتور تحديدا نوفر، كنت ترامب. معنا ترامب بلا شك. من نعم طبعا ترامب تحديدا. شكرا جزيلا لك دكتور إيميل الأمين، وسنرى من سيفوز وسنتناقش طبعا هذا في هذا الفوز عندما تخرج النتيجة النهائية إن شاء الله في برامجنا القادمة. أعود إليكم لأني استمعت أنكم تتناقشون في نتيجة معينة خرجت الآن. ربح ولاية كوريا الشمالية، كارولاينا الشمالية، ولاية كوريا الشمالية من الصعب جدا أن يربحها أي أحد. مع العلم رغم أن علمها أزرق وأحمر بالمناسبة. مع العلم أن بالذات كوريا الشمالية هو أكثر رئيس حاول أن يكون هناك دبلوماسية في العلاقة معها. صحيح. من بقية الرؤساء الأمريكان السابقين جمهوريين أو ديمقراطيين. صحيح. كان ترامب. صحيح. لم ينجح الأمر، ولكن على الأقل لا يوجد من يعني وضع يده على الزر النووي. صحيح. على الأقل. والآن أصبح الطريق أكثر سهولة مرة أخرى أمام ترامب إلى البيت الأبيض. ما هي الولاية؟ نورث كارولاينا. نورث كارولاينا. كارولاينا. نعم. الشمالية. نعم.
سنسمع على الأغلب خلال الساعة القادمة عن جورجيا. إذا ما ربح جورجيا هذا يحتم على هاريس أن تربح بنسلفانيا ويسكونسن وميشيغان، وإلا فلا أمل. هذا صعب. عود أعمل لنا ملخص، أعود لكم، عود أعمل لنا ملخص إذا سمحت لي عن الولايات التي فاز بها الآن ترامب. هذه الولاية المترجحة الأولى، أما الولايات الأخرى هي نورث كارولاينا. يبقى لدينا 6 ولايات متأرجحة أخرى، ولكن حقيقة 3 مهمة جدا فيها بنسلفانيا ميشيغان وويسكونسن سأحلل. بالنسبة لهاريس، لأنها إذا خسرت أي منها على الأغلب هذا يعني أن السباق. هذه نقطة مهمة أستاذ طارق. نورث كارولاينا كان فيها عاصفة هوريكين كبير جدا. نورث كارولاينا عانت معاناة كبيرة جدا، وعندما تحدثوا إلى أناسها قالوا أن هناك مساعدات، المساعدات لم تصلنا. اللوم دائما على الإدارة الموجودة أيا كانت الإدارة. هذه الإدارة إنها هي الإدارة بايدن. هل يمكن أن تكون هذه العاصفة هي التي تسببت في خسارة كمالا هاريس؟ لا شك أنها ساهمت، لكن لا ننسى أنه حتى نورث كارولاينا صوتت في المرة السابقة لصالح أيضا الرئيس ترامب، وبالتالي يعني لا أعتقد أنه كان هناك رهان كبير لدى الديمقراطيين عليها. صحيح أن هذه الولاية بالتحديد كانوا يتحدثون دائما على أنها تستقطب بفعل، أن لديها يعني مشاريع وتشجع الطبقة المتعلمة. هذا كان عنصر جذب للقادمين من الولايات من نيو إنجلاند، ولايات الشمال الشرقي الذين يميلون نحو الديمقراطيين أكثر، تستقطبهم للعمل هناك، وهذا ربما ساهم بمرور الوقت إلى يعني زيادة نسبة الديمقراطيين أو الذين يصوتون تقليدين للديمقراطيين في هذه الولاية. البعض يتوقع أنها بعد عدة سنوات ربما تتحول إلى اللون الأزرق، لكن في اللحظة الحالية يبدو أنها ما زالت حمراء. أستاذ حازم، 1 من 7 بدأت تتنفس؟ الأرقام كلها جيدة، يعني ننظر إلى جورجيا 92% من مراكز الاقتراع أدلت دلوها، وترامب متقدم في بنسلفانيا، هناك تقدم ملحوظ لترامب، حتى في ميشيغان مع أنه فقط نصف مراكز الاقتراع أدلت دلوها، لكن هناك تقدم. الوضع جيد، الوضع جيد بالنسبة لترامب بشكل واضح، لكن ننتظر، دعينا لا نستبق الأمور حتى الآن. أظن أنه مراسلنا جاهز معنا مرة أخرى. ناصر، لديك أرقام جديدة؟ نعم نوفر، هل تسمعيني؟ كان هناك خلل بالصوت، خلل تقني، هل تسمعيني جيدا؟ نعم أسمعك جيدا ناصر. أسمعك جيدا. تمام. نعم، إذن كنا في جولة على آخر النتائج في الولايات المختلفة. هذه الولايات والنتائج التي تأتي تباعا حتى الآن، وحسب نتائج الأسوشيتد بريس، ترامب حصل على 230 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، فيما هاريس حصلت على 205 أصوات. طبعا الرقم السحري هو 270 صوتا. الأسوشيتد بريس أعلنت هاريس فائزة في ولاية فيرجينيا، 51% من هذه الأصوات ذهبت لهاريس، 47% لترامب. تم فرز حوالي 83% من أصوات المقترعين. فيرجينيا كانت العين عليها في هذه الانتخابات لأنها كانت محسومة نوعا ما للديمقراطيين في الانتخابات الماضية، لكن الفارق هذه المرة كان مثير للانتباه. الفارق بسيط جدا، وكان الخوف أن يفوز فيها ترامب وتخسرها هاريس، ولكن حتى الآن يبدو أن هاريس تتقدم في ولاية فيرجينيا. إذا ذهبنا إلى ولاية جورجيا، ما زالت
الأصوات تفرز حتى الآن حوالي 91% من أصوات الناخبين في ولاية جورجيا تم عدها. ترامب يتقدم ب 51% من هذه الأصوات، فيما كامالا هاريس 48.3%، حوالي 9% من الأصوات من مجموع الأصوات ما زال لم يفرز بعد. نذهب إلى بنسلفانيا، هذه الولاية التي ينتظر الجميع نتائجها. 81% من الأصوات تم فرزها حتى الآن. ترامب يتقدم ب 51.4، فيما هاريس حتى الآن تحصل على 47.6. إذا ذهبنا شمالا إلى ميشيغان وويسكونسن، ميشيغان ترامب يتقدم فيها أيضا، لكن ما زالت الأصوات أقل من 50% الأصوات التي تم فرزها. أما في ويسكونسن 70% تم فرزها من الأصوات، ودونالد ترامب يتقدم ب 51% من هذه الأصوات. هذه ولايات الجدار الأزرق. في أريزونا 50% تقريبا من الأصوات تم فرزها حتى الآن. ترامب يتقدم بنسبة ضئيلة جدا، حوالي أقل من 5% من هذه الأصوات. في نيفادا لازالت الأرقام غير واضحة بعد. إذن هذه جولة أولى في الولايات الحاسمة، ما زال الأمر مبكرا بعد لحسم هذه الولايات سواء لترامب أو لهاريس. شكرا. سأعود إذن إلى ضيوفنا الكرام. على ماذا كنتم تتناقشون؟ نتحدث مع سمينة ناصر. مجلس الشيوخ الجمهوريون انتزعوا مقعدين، وهذا يعني أن هناك الآن تساوي بينهم على الأقل، ولكن يبدو أنهم في طريقهم لتكون لهم الأغلبية. لننتظر ونرى. تساوي ولكن يعني 50-50. هنا من يحسم النتيجة في حالة نائب الرئيس الفائز. 50 مقابل 40 زائد 2، لأن هناك الأصوات المستقلة التي تصوت مع الديمقراطيين لكنها ليست ديمقراطية 100%. 50-50 ليس لصالح الجمهوريين. تفضل. تمشي هي متقدم على جون تيستر. تمشي هو جمهوري وتيستر هو عضو حالي في السنت، هو متقدم عليه في ولاية مونتانا بنسبة كبيرة، فبالتالي نتوقع أنه يفوز أيضا، وبالتالي تكون الأغلبية في يد الجمهوريين. يبدو أن مجلس الشيوخ تقريبا أصبح في يد الجمهوريين، لكن هذا ليس الحال بالنسبة للديمقراطية، بالنسبة للمجلس النواب. مجلس النواب ربما يطول أكثر الديمقراطية، لأن هناك مجلس النواب. علينا لا ننظر فقط إلى الولايات المتأرجحة، ولكن أيضا إلى المقاطعات المتأرجحة. هناك بعض هذه المقاطعات في واشنطن وألاسكا ستأخذ ربما بضعة أيام لنعرف، ربما نعرف اليوم من سيسيطر على المجلس، ولكن بكم مقعد ربما تطول عدة طبعاً أيام. نوفر، مجلس الشيوخ كل 6 سنوات هناك انتخابات، صح. فلا يوجد استحقاق انتخابي لجميع المقاعد، لكن مجلس النواب كل سنتين. كل سنتين. الجميع هو في مرحلة انتخابية. تجديد النصفي أيضا لدينا بكل سنتين. يعني يمكن تصدقونني أكثر بعض الشيء، أنا قلت الليلة حمراء اليوم. سمعت هذه الكلام. سمعتك تسأله إذا تواصل النتائج بهذه الطريقة. هل سيكون هناك موجة حمراء؟ أنت طرحت عليه السؤال، ما رأيك دكتور؟ أعتقد أنه من المبكر أن نقول إذا كانت موجة حمراء أم لا. إذا ما نظرنا إلى الخريطة في الأماكن التي يتم فيها فرز الأصوات، هناك انزياح واضح إلى الجمهوريين. المناطق الحمراء أصبحت أكثر حمراء، بينما المناطق الزرقاء أقل من يعني اللون الأزرق ليس داكنا جدا. ولكن مرة أخرى كما بدأنا منذ أسابيع نقول، يجب أن لا نقول بأن هذه النتيجة حسمت حتى فعلا تحسم. هناك مؤشرات تدل على ذلك، ولكن ما زلنا نراقب. عندما تكون مجلس النواب لصالح حزب والشيوخ لصالح حزب، وطبعا الرئيس إما من هنا ومن هنا، كيف تعمل الديناميكية أستاذ طارق؟ يعني بالنسبة لمجلس الشيوخ، إذا فاز ترامب سيكون من السهل جدا له تمرير. أن يعين أعضاء حكومته بدون مشكلات، كذلك القضاء، القضاء والمحكمة العليا، كل ذلك سيكون الأمر يسيرا. أما إذا حدثت المفاجأة وفازت هاريس، فسوف تكون هناك كثير من العراقيل التي سوف يضعها الجمهوريين أمامها، وسيدققون كثيرا في من ترشحه على اعتبار
الاخبار انه ربما يكون ما يعني مائلا الى اليسار بدرجه مقلقه بالنسبه اليهم فيرفضونه، وبالتالي هذا هو اهميه يعني مجلس الشيوخ في هذا الامر. اما مجلس النواب فكما هو يعني الان حتى اللحظه غير واضح من الذي سوف يفوز به. اذا فاز به ترامب فذلك سيكون يعني امر مبهج جدا للجمهوريين، لانه سيفتح الطريق امام كل شيء. وهذه هذا ما يحدث عاده يعني حينما فاز بايدن فاز بالمجلسين، حينما فاز ترامب قبل ذلك فاز بالمجلسين. فالتشديد النصفي هم عندها يخسرون عندها يخسرون سأعود اليكم لانه الان ينضم الينا من واشنطن العاصمه دكتور او البروفيسور كيسي بورغارت، مدير برنامج الشؤون التشريعيه في كليه الدراسات العليا للاداره السياسيه بجامعه جورج واشنطن. دكتور كيسي، اولا كيف تتابع النتائج اولا باول؟ ثانيا ما هي برايك السيناريوهات الاكثر احتمالا للطعون او المعارك القانونيه من المرشحين؟ حتى الآن لا يزال الوقت مبكرا ويبدو أن الليلة ستكون طويلة، ولكن ما شعرنا به دائما في أعماقنا بدأ يتحقق. هذه الانتخابات قريبة جدا وكل شيء يعتمد على الولايات المتأرجحة كما حددناها قبل عدة أشهر، وكل ما توقعناه تحقق. ربما الفائز الأكبر هو استطلاعات الرأي، ولا نعرف تماما من سيفوز. والآن ننظر إلى المقاطعات الفردية والبلدات وأي تغييرات من 2020 إلى 2024 لإعطاء أي مؤشرات، ولكن على الأرجح أنه كل صوت يجب أن يحسب، وبعد ذلك يجب أن نطلع على النتائج. بالنسبة لكامالا هاريس، السيناريو الأرجح دائما سيكون بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، هذا سيصل بها إلى الرقم السحري 270. كانت لديهم آمال بالاحتفاظ على جورجيا الزرقاء وإعادة نورث كارولاينا أيضا إلى الديمقراطيين، ولكنها تبدو صعبة. بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن هذه ستكفيها. بالنسبة لدونالد ترامب، اشعر بالسعادة لأن نورث كارولاينا بقيت جمهورية، وجورجيا على الأرجح ستعود باتجاهه أيضا جمهورية وفقا لما نراه إلى الآن. إذن لا نعرف بعد، هذا هو الجانب الأصعب الآن. نحن نستقبل كافة المعلومات وبعد ذلك نحسب كل الولايات والبلدات اللي تعطينا ملامح عن النتيجة الأخيرة. لازال الوقت مبكرا في الساحل الشرقي، علينا أن نأخذ نفسا عميقا لتدخل الحسابات والأصوات. للجانب الثاني من السؤال حول التحديات القانونية، حتى الآن لم نسمع الكثير عن ذلك بعد، ولكن على الأرجح والنظرا للنتيجة ستكون قريبة، وإذا كانت هذه الانتخابات في الكثير من الولايات المتأرجحة قريبة كما نتوقع، فالكثير من إعادة الحسابات التلقائية ستبدأ، وسيبدأون بإعادة عد الأصوات ويتحققون من كافتها. إذا ما كانت تناقضات سيكررونها، لأن النتائج القريبة هي التي ستحدد الدقة. ولكن مع ذلك ستكون تحديات ويتحدون النتائج، ودونالد ترامب لا يخشى أي قضايا قانونية لتحدي النتائج. وحتى عندما يخسر بعض الولايات المتأرجحة ليكفي لخسارة الرئاسة، سيكون هناك تصعيد من حملة ترامب لرفع دعاوى قضائية لأسباب غير معروفة بعد. من الصعب توقع ما سيكون رأيهم، ولكن سمعنا قليلا عن منه على التواصل الاجتماعي حول الغش في فيلادلفيا، وقد أدحض ذلك. تلعب بالأصوات في ولايات أخرى لا نعرف بعد، ولكن إذا كانت الأصوات ضده فقد أثبت التاريخ أنه مستعد لرفع دعاوى قضائية لتحديها. من جانب هاريس لا نعرف بعد، تردنا تقارير كثيرة حول تهديدات بالتفجيرات في الكثير من الولايات المتأرجحة، خاصة المعاقل الديمقراطية. والإف بي آي قال بأن هذه التهديدات من روسيا، وهل سيقود ذلك إلى تحدي من حملة هاريس إذا خسروا؟ وقالوا أن هذا تلاعب بعملية الانتخابات تستهدف فقط الولايات المتأرجحة المهمة، وبالتحديد في المقاطعات التي كانت تؤيد هاريس. هل خوفوا الناخبين للتأثير على نتائج الانتخابات؟ أنا أخمن أن لم نسمع أي شيء من حملة هاريس، ولكن
سنعرف لاحقا ما هي تحدياتهم، ولكن إلى هذه اللحظة لا تزال النتائج قريبة جدا، والحملتين جالستان وتنتظر النتائج، وهكذا يجب أن يكون الحال. ولكن هل سيكون هنالك عدد الأصوات في الأخير؟ لا أعرف ماذا سيحصل، ولكن حتى اللحظة لا توجد أي تحديات من الجانبين، وهذا جيد. شكرا على كل هذه السيناريوهات دكتور وبروفيسور كيسي بيرغارت من جامعة جورج واشنطن. أعود إليكم، هل من جديد أولا دكتور إبراهيم؟ لأنه عندي سؤال أيضا لكم. بعد نورث كارولاينا تحدثنا عنها وبأن الجمهوريون في طريقهم للسيطرة على مجلس الشيوخ. الآن يعني في استطلاعات رأي خرجت نتيجتها على قناة CNN عندما استطلعوا وسئلوا هل يعتقدون أن الديمقراطية في أمريكا في خطر؟ 73% قالوا نعم هي في خطر. لماذا هذا التخوف؟ هل يمكن ربطه، أعرف لن يعجبك هذا الموضوع، يمكن ربطه بشخصية ترامب دكتور إبراهيم؟ أعتقد أن ذلك طبعا عامل مهم 73% جدا، ونسبة كبيرة. أن تخشى الناس على ديمقراطيتها في الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر خطير، ولكنه أيضا أمر صحي. يعني من الجيد أن يكون الناس دائما حذرين بهذا الموضوع، وهذا جزء من الدي ان اي الامريكي دائما، خصوصا التصريحات التي سمعناها 6 يناير، ما قاله ترامب عما ينوي ان يفعله، كل ذلك من الضروري ان يكون هناك الكثير من هذا الحذر. اعلم بان هناك طبعا وجهتي نظر، وجهه نظر تقول بان هو الخطر الاول والاخير على الديمقراطيه، وجهه نظر بان هذا الامر يتم تضخيمه. أعتقد أنه بكل الأحوال ومرة أخرى مهما كانت النتيجة اليوم، قرابة نصف الأمريكيين غير راضين عن الحزب الآخر، سواء كان البيت الأبيض أزرق أو أحمر، هناك انقسام في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك قلة ثقة. هذا الأمر لن يتغير، هذا أمر يبدو أنه لجيل كامل يحتاج طريقة حقيقية للتعامل معه. تتفق مع هذا الرأي أن هذا الأمر صحي أم هو واقعي؟ لا، أميل أكثر إلى أنه واقعي. يعني ننظر، هناك خوف على الديمقراطية في أمريكا. انظري حتى داخل الحزب الجمهوري، لن نذهب إلى الحزب الديمقراطي، داخل الحزب الجمهوري كل من يعارض ترامب هو يقصيه. انظري لمن عملوا معه في داخل البيت الأبيض، ومن يعني خرجوا بعد ذلك واستقالوا وقالوا عنه كلاما، حتى يعني ليسوا فقط في الجيش مثل مارك ميلي او قياده، حتى يعني مدير الموظفي البيت الابيض او رئيس هيئه موظفي البيت الابيض انتقدوا بالفاشي. يعني لن نقول الديمقراطيين يقولون، الجمهوريون عملوا معه، عملوا معه، وهم اقرب الناس اليه، وهم الذين راونا يعني هو تعاملوا معه، وهم الذين الاقدر على وصف شخصيته. وبالتالي حتى لا يكون أقول أنا ديمقراطي وبالتالي يعني أحاول أن أقتص منه، هذا ما يقوله الجمهوريون. تذكر هنا أن طارق ذكر جنرال ميلي هنا، نعم، مسؤول عن أسوأ انسحاب في تاريخ الحرب. تتحدث عن أفغانستان، تتحدث عن أفغانستان، نعم، تتحدث عن أفغانستان. طيب نتحدث هنا عن تعبير مدير الاهتمام بعض الشيء، الفيزياء السياسية ونظرية أن لكل فعل رد فعل مقابل. عندما لي منذ 2016 حتى اليوم 8 سنوات والديمقراطيون يقولون لنا الديمقراطية في خطر، والديمقراطية في خطر، ليس لديهم مشروع آخر سوى أن إلقاء اللوم على ترامب والقول أن الديمقراطية في خطر. حتى وصلنا للأسف لمرحلة في الحزب الجمهوري، لا ترى أن هناك مظاهر غير مقتنعة أستاذ حازم، هناك مظاهر يمكن أن تهدد بطريقة أو بأخرى لو استمرت الديمقراطية الأمريكية؟ صراحة لدينا أنظمة ولدينا مؤسسات هنا من الصعب تدميرها بليلة وضحاها، ويجب التذكر دوما أن ترامب خدم رئيس جمهورية ل4 سنوات. ومع كل ما حصل وحتى 6 يناير، انظري الديمقراطية بخير، الحريات بخير، والهجوم على الكونغرس وما زلنا بخير. تجربة فقط، يعني محاولة تجربة، يعني كان لأنه ربما هل نتوجه كذا ثم عاد منها دكتور إبراهيم، لأنه تحدثنا فيها قبلا وأعود أود أن أعيدها. خلال الانتخابات سمعت كلمات لا يمكن، أتابع طبعا سنويا وكل 4 سنوات الانتخاب أو 5 سنوات الانتخابات الرئاسية الفرنسية مثلا، لا يمكن لمثل هذه الكلمات أن تمر على أي قناة في ولا اجتماع في ولا خطاب.
الفاشية والنازية والقمامة والزبالة والكلمات مش معقولة ولا يمكن تكون. هل لا أعرف كيف أوصفها؟ هل طبعا هناك حرية تعبير في أمريكا، ولكن هل يجب أن نصل إلى هذا الحد؟ تمام، أنا يكون لك الحق في أن تقول شيء ما هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تقول ذلك. هناك انحدار كبير في الخطاب السياسي، وحقيقة أعتقد أخي حازم أن لدونالد ترامب دور كبير للجميع، ليس 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 أنا أتفق معك. إشارة لترامب صحيح، لكن يجب أن نكون واقعيين، ولكن أيضا له دور كبير فيها بلا شك، بأنه لو لم يكن هناك بيئة خصبة لذلك لما استطاع دونالد ترامب أصلا أن يفعلها. ولكن أيضا أعتقد بأنه ساهم بتسريع هذه العملية بإضاءتها ربما لنراها قبل أن يفوت القطار، ولكن أعتقد بأنه كان له دور كبير. ولكن أتفق معك بأنه أيضا عندما نتحدث عن موضوع الانقسام أيضا نرى السياسات التي أدت إلى ذلك، أدت إلى هذا الاستياء الكبير داخل المجتمع الأمريكي الذي يتم التعبير عنه. هناك ظاهرة معقدة جدا يمثلها دونالد ترامب أو موجة يركبها دونالد ترامب، ولكن هذه الموجة لا تقتصر عليه، حتى لو لم يكن موجودا لا تبدت لنا بأشكال أخرى تحتاج. اسمح لي السؤال، هل ما يحصل هنا، هل ما يفعله ترامب أو بايدن أو هاريس ينعكس على الشارع والمجتمع طبعاً. أو تغير المجتمع هو ينعكس اليوم على المرشح؟ هناك تأثير مزدوج. طيب حتى أكون واضحة جداً، نعم ترامب يتفوه بكلمات غريبة عجيبة بذيئة، ولكن في فيديو أنا وأنت شفناه مؤخراً دكتور إبراهيم، ولا يمكن أن نضعه، هو بايدن يتفوه بكلمات معيبة جداً يتحدث فيها، لا يمكنني أن أعيد هذه الكلمات، ولكن كانت على طبعاً مصورة. لا أعرف، هل من الطبيعي أن السياسيين يتفوهون بهذه الكلمات البذيئة أمام الكاميرا؟ على الأقل تذكرت الفيديو صح؟ تذكرته، لم يكن موجودا، لم يكن معتادين على ذلك. طبعا الكثير يقول بأن الديمقراطيين تساهلوا مع الجمهوريين وكانوا يجب أن يردوا أيضا بنفس النبرة، وأن طريقة ميشيل أوباما when they go low we go high it didn't work out، لأنها لم تنفع، يجب مواجهتهم. أعتقد أن هذا خاطئ، وأعتقد أن هذا بالمناسبة لا يتماشى مع القاعدة الديمقراطية والحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. بعد 4 سنوات سيمر بهذا الموقف مرة أخرى، لن يكون هناك ترامب، لأنه إن خسر أو إن ربح لن يكون، أعتقد لن يرشح لا يستطيع دستوريا وسيكون عمره 82. المشاكل العميقة ستكون موجودة. صحيح، ترامب من نيويورك، ومعروفين جماعة نيويورك بحدة اللسان ايضا. لا، عندما نصل الى السياسه لابد ان تختلف الامور طبعا، لكن صحيح. هذا معروف ومقبول اكثر في شارع نيويورك سيتي اكثر من شارع جورجيا، اتلانتا جورجيا، دلاوير مثلا. من اين هو جو بايدن؟ بايدن هو من سكرانتون بنسلفانيا، مدينه عمال مناجم الفحم، مدينة غير متعلمة، والكلمات النابية أيضا مطروحة ومقبولة أكثر من مناطق أخرى. نعم. أيضا وجودها في الشمال الشرقي يجعل يعني المجتمع مختلف، لكن رغم لم يقولها على الهواء. لا قال على الهواء. لا بايدن كيف على الهواء، سأريك الفيديو بعد ذلك أستاذ طارق. فيديو هو الكبار فقط الفيديو أعرف بالتحديد ما هو. هذه الكلمات، هذا الشح بالنسبة للجمهور للناخبين، ربما أيضا هي طريقة من أجل شحنهم على الذهاب إلى للتصويت، لأنه يصور ذلك الخصم كعدو بطريقة أو بأخرى. لكن ملاحظة ذكرها لي دكتور إميل الأمين من القاهرة، وأود أن أسوقها لكم. بدأ هذه المقابلة عندما كنت معه منذ قليل بأنا فرح أن كل ما تخوفنا منه من العنف في الشارع الأمريكي لم نشهده بعد أثناء الانتخابات أو بعدها إلى حد الآن. هل هذا فعلا، لأنه كنا متخوفين حتى اليوم الصباح، أن كنا متخوفين من الشارع والسياج على البيت الأبيض وعلى المتاجر في واشنطن العاصمة، وشهدناها هنا في شوارع العاصمة. أعتقد أننا فعلاً... مازلنا متخوفين. مازلت متخوف دكتور. أوكي. بعض الشيء، وطبعا مرة أخرى تحدثنا أيضا أنه على الأغلب إذا خسر الديمقراطيون ستكون العملية سلسة، لأن الأغلب الاعتراضات بأن الانتخابات سرقت أخشى
أخشى فعلا إذا ما بدأ الديمقراطيون أيضا بالحديث عن سرقة الانتخابات حينها فعلا نكون وصلنا لمرحلة خطيرة وجديدة. ولكن هذا ليس جزء من خطابهم بعد. أنا أتمنى إذا ما خسروا مرة أخرى لا نستبق الأحداث بأن يكونوا مثالا بأن يقدموا خطاب التنازل. خطاب التنازل في الثقافة السياسية الأمريكية مهم جدا. صح. لا يقل أهمية أبدا عن خطاب النصر. والأمريكيون أيضا في ثقافتهم يعلمون أبنائهم بشكل كبير تهنئة الرابح. يقولون لا تكون خاسر مر كن رياضي جيد. هذا الأمر الذي تغير في السنين الماضية يجب أن يعود إلى ما كان عليه. ومرة أخرى حتى الخاسر لديه فرصة بأن يقدم مثالا عن الخاسر الشجاع المتمسك بمبادئه. تتوقع أنه إذا ما خسرت وإذا ما النتائج ذهبت إلى صالح ترامب أن كامالا هاريس بسهولة ستقبل بالنتيجة؟ نعم هي قالت ذلك. هي قالت إذا خسرت فسوف أكون أول من يهنئ ترامب وتعترف بهذه الهزيمة. ليست هناك مشكلة لدى الديمقراطيين. هذه ثقافة ترامب هي الثقافة العكسية. ثقافة الرجل الذي لا يخسر أبدا ويلقي بالمسؤولية على غيره. حتى ألقاها على زوج ابنته كوشنر حينما خسر وقال أنت السبب لأنك يعني أحدثت تغييرات في الحملة الانتخابية. وهذا يعكس شخصيته. يعني الإيجو عنده يعني فوق الوصف. يعني هو لا يخسر أبدا وهو رجل مثالي في كل شيء. ويعني الكل يعلم من هو دونالد ترامب. سيلقي اللوم على الآخرين كلهم. كل أمريكا كل العالم لن نعرف لأنه يربح لا لن نعرف أبدا ماذا سيحصل. لكن يعني بصراحة تحدثنا عن هذا في المرة الماضية. أعتقد أن الولايات المتحدة ودول كثيرة حتى في أوروبا تحتاج إلى طبقة جديدة من السياسيين. دماء جديدة. نعم. تحتاج سياسيين أفضل. يعني الولايات المتحدة يستغرب المواطن الأمريكي ومواطن الدول الأخرى كيف لم تظهر بمرشح أفضل من هاريس وأفضل من ترامب. صحيح. تسمح لي بنقطة لأبني على تلك النقطة. صحيح. كل الانتخابات في العالم التي جرت هذا العام أطاحت بالذين هم موجودين في مناصبهم وجاء وجوه سياسية أو الخصوم السياسيين. هناك توجه فرنسا عالمي. فرنسا واحدة منهم مثلا عندما جاء باليسار. صحيح. ليست استثناء بأن هناك شعور عالمي بأن الأمور السياسية والاقتصادية تتجه نحو الأسوأ. هناك مؤشرات تدل على ذلك ولكن أيضا هناك بعض الأمور المتخيلة يجب العمل عليها لمعرفة من أين تأتي. ولكنه توجه ليس أمريكي فقط. هو توجه رأيناه في البلدان أوروبية وآسيوية. نعم. موضوع استثنائي في هذه الانتخابات. تود أن ترد ثم نذهب الموضوع يعني حتى لا نخرج من هذه الفكرة. أعتقد أنه ربما ما نشهده من نتائج يعني مختلفة عما توقعه الديمقراطيون يعود ربما إلى الخطأ في اختيار هاريس. يعني كانت هناك فرصة. من مثلا من كان هناك أسماء مثل جافن نيوسون في كاليفورنيا مثلا أو غريتشن في ولاية ميشيغان. هذه الشخصيات كانت مرشحة لكن يبدو أنه حصل نوع من الضغط من قبل الذين يعني يريدون أن ألا تخرج الفرصة من هاريس. وجدوها فرصة سانحة خصوصا من الأمريكيين الأفارقة الذين قالوا وهددوا. نعم. بأنه إذا لم تكمل هاريس المسيرة فلن نصوت للمرشح المنطقي. المنطقي ستذهب بنائبة الرئيس التي يعرفها الأمريكيون على مدى 4 سنوات لديها كل هذا التنوع العرقي والديني وهو ما هو فعلا مشكلة. المشكلة هي في تنوعها. المجتمع الأمريكي ليس مستعدا بعد يعني حتى بعد لإمرأة. لا 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 يعني لا ننسى أنه هناك يعني ما يقوله البعض من نظرية الاستبدال العظيم. المشكلة في الجندر أم في العرق أم في اللون. المشكلة هنا تتحدث عنها أن الأمريكيين غير جاهزين للجندر يعني تكون أول مرة أم اللون أو العرق الاثنين. يا إلهي الاثنين. أنا أعتقد أنه هذا لعب دورا كبيرا في هذا الأمر وما نشهده من نتائج. هذا جزء كبير يعني لو كان رجل كانت النتيجة هيلاري كلينتون خسرت
وهي ايضا بسبب الجندر. لا 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 هناك لديها مشاكل. حتى السود الامريكيين الرجال بطبعهم، وهناك دراسات كثيره لا يصوتون للمراه، خصوصا حتى لما تكون من جنسهم لا يقبلون، ولكنها متقاربه جدا. والله لو كان الفرق كبير لصالح ترامب نقول انه الجندر لعب هذا هو السبب ضدها، ولكن هي متقاربه جدا. تعتقد انه طيب المشكله هي الفشل نوفل ليس الجندر. سأطرح عليك السؤال أمريكا صراحة جاهزة لامرأة رئيسة أم لا؟ 100% وأعتقد أنها هي تحصل على هذا العدد المتقدم من الأصوات بالنسبة إلى أدائها بسبب أن كونها امرأة، كونها من أصول أفريقية هندية. هناك تعاطف مع ذلك، هناك اهتمام بالتنوع السياسي في الولايات المتحدة من قبل الناخب الأمريكي الذي يرى أن تصويته لشخص من جنس آخر أو من جنس شيء جيد. لكن يجب نقطة هامة جدا أغفلت، لم يكن هناك قدرة على ترشيح شخص مرشح آخر، لأن هذا كان سيكلف الحزب المحاملة الانتخابية أكثر. 600 مليون دولار جمعتها هاريس وبايدن، من المستحيل كان أن يعني تنقل إلى حملة أخرى. كانت حوالي 250 دولار 600 مليون هي ورثت 100 مليون دولار من مبلغ ممكن نستعيدوه يعني. وجمعت بعدها أكثر من نصف مليار دولار. سأبقى معك في نقطة، أظن أنه عدد من المراقبين ليس أنا، هيلاري كانت الغلطة في الاختيار لأنهم داخل الحزب الديمقراطي لعبوا ضد ساندرز. كان ذلك سنتر في ضد ساندرز واستمر حتى النهاية وأرادوا أن آل كلينتون أرادوا أن تكون هناك كلينتون هي المرشحة وأول امرأة أمام ترامب. لو كان ساندرز على البطاقة أمام ترامب لكان فاز ساندرز، ليس بسبب الجندر ولكن بسبب التوجه السياسي، لأنه في أقصى اليسار وبالتالي يعني من الصعب أن يكسب أقصى اليسار في على الأقل في المرحلة. سأعود للنقطة الاستثنائية اللي ذكرتها، كنت أتحدث عن البريد، التصويت عبر البريد والتصويت المبكر، ولكن قبل ذلك سأعود إلى مراسلنا ناصر أبو دياب. ناصر، ماذا لديك من أرقام الآن؟ النتائج من هنا، النتائج التي تصل إلينا متتالية من الولايات التي تم فرزها حتى الآن. لنبدأ مع ولاية جورجيا، وهذه الولاية الحاسمة، ولاية جورجيا التي لها 16 صوتا في أصوات المجمع الانتخابي. حتى الآن يعني 93% من الأصوات تم فرزها. ترامب حقق حتى الآن 50% من هذه الأصوات. كامالا هاريس تتخلف عنه بحوالي نقطة ونصف، بحوالي 48.5. هذه بالنسبة لجورجيا. طبعا بعد أن أعلن فوز ترامب في نورث كارولينا بدأ يضيق مسار كامالا هاريس نحو 270 صوت من أصوات المجمع الانتخابي. الطريق الآن أمامها هو من خلال ولايات الجدار الأزرق، بنسلفانيا، ميشيغان، وويسكونسن. هذه الولايات ما زالت حتى الآن غير محسومة. بنسلفانيا تحديدا 86% من الأصوات تم فرزها حتى الآن. إذا نظرنا إلى النسب، 50% لترامب وأكثر من 48% بقليل لكامالا هاريس، لكن ما زال هناك حوالي 14% من الأصوات ما زالت بحاجة إلى الفرز. إذا انتقلنا إلى ميشيغان، أقل من 50% من الأصوات تم فرزها. ترامب يتقدم ب 52% من الأصوات، ومن ثم كامالا هاريس 45%. ويسكونسن 78% من الأصوات تم فرزها، وأيضا يتقدم ترامب بحوالي 4 إلى 5 نقاط عن كامالا هاريس. نذهب إلى الشرق، إلى أريزونا.
51% من الأصوات تم فرزها ترامب، حصل حتى الآن على 50% من هذه الأصوات، وكامالا هاريس 49.2. الفرق بينهم ضئيل جدا في أريزونا. هذه بالنسبة للولايات الحاسمة، ما زلنا بانتظار طبعا نتائج نيفادا وهي أيضا من الولايات الحاسمة. بالنسبة لسباق مجلس الشيوخ، حتى الآن استطاع الجمهوريون الحصول على مقعدين بحيث أصبحت لهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. حتى الآن لهم 51 مقعد من المقاعد، في حين حتى الآن النتائج أظهرت أن للديمقراطيين 42 مقعدا، ولكن هناك المزيد من الولايات ما زالت يتم فرز الأصوات فيها. هذا ما لدينا حتى الآن، نعود إليكم نوفر، إليك وضيوف. حول موضوع التصويت المبكر، وسأعود إليك أستاذ حاسم، سأعود إليك. التصويت المبكر طبعا هو نقطة وعامل مهم جدا في انتخابات 2020. كان هناك كورونا، كان الرئيس ترامب حينها يقول لا تذهبوا للتصويت المبكر، لا تذهبوا للتصويت بالبريد، ويعتبر الكثير من المراقبين أنها كانت عامل من العوامل التي تسببت في خسارة ترامب في 2020. غير رأيه ترامب تماما هذه المرة، وبدأ يشجع على التصويت المبكر والتصويت بالبريد إلى غير ذلك. يبدو أن الأمر نافع، لأنه أكثر من 80 مليون شخص شاركوا في هذه العملية مقارنة بكوفيد، لأنه كانت وقتها جائحة، وشارك 101 مليون، وكان رقما قياسيا لا يمكن المقارنة لأنه كانت كورونا حينها. هذا التغير عندما يصبح لصالح ترامب، كيف تقرأه؟ ترامب أخطأ وأدرك خطأه. تحدثنا على الجيت اوت ذا فوت اوبريشن، او اخراج تحويل الصوت او الناخب الى صوت، واخراج الناخب من منزله وتحويله الى صوت. طبعا اذا تحدثنا عن الاقتراع بالبريد ثم الاقتراع بشكل شخصي، هناك فرصتان لهذا الشخص ان يصوت، فمن الاغلب انه سيصوت هكذا او بالشكل الاخر. لكن احيانا يوم الانتخاب، خصوصا يوم الانتخابات، يعني اليوم رأينا في واشنطن وفي واشنطن دي سي في العاصمة المضمونة بالنسبة لهارس، نعم، وصوتان انتخاب يعني ثلاث الآن. ما نقلل من أهمية المندوبين في أي منطقة أستاذ حازم. أنا نعرف لماذا يقلل، لأنها دائما ديمقراطية، دائما مولودة ديمقراطية وما زالت. لكن الناخبون مصطفون حول الأبنية وحول البناء كله، صحيح، بالمئات. فهذا قد بعضهم يحتاج العودة إلى العمل، يقول لن أصوت اليوم. لذلك هناك أهمية لإعطاء الناخب فرص أخرى للتصويت. التصويت عن بعد أو المبكر بدأ منذ 1800 أثناء الحرب الأهلية، عندما سمح للجنود أن يذهبوا للتصويت لصالح رئيس الجمهوري أبراهام لينكولن، عذرا، أبراهام لينكولن. ومنذ ذلك الحين هي تقليد، وهي قانون أصلا. لصالح من هذه المرة بالتحديد ستكون التصويت المبكر؟ كانت فعلا في عام 2020 ربما كانت الضربة القاسمة التي أكسبت لترامب، خسرته الخطأ الأكبر. الخطأ الأكبر لترامب كان كبير، وهو بلا شك موضوع أن يعطى الناخبون فرص التصويت بطرق مختلفة مهم جدا للعملية الديمقراطية. الكثير في السنوات السابقة ممن كانوا يصوتوا عن طريق البريد كانوا من الديمقراطيين. بدأ ذلك يتغير، الهامش ضاق جدا في السنوات الأربعة الماضية، الآن هو متقارب بشكل كبير. الكثير من الجمهوريين بدأوا أيضا يستخدموا التصويت عبر طريق البريد، وهذا يعني أن الأصوات عندما تبدأ تدخل في الولايات التي ننتظرها مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، في النهاية الأصوات لن تكون بشكل كبير ديمقراطية على الأغلب كما كانت في عام 2020. هذه المرة ستكون
مختلطة، ربما ما تزال تميل أكثر للون الأزرق هذه الموجة الأخيرة، ولكنها أعتقد أن الأصوات الجمهورية فيها ستكون أكثر مما كانت عليه في عام 2020. تفضل أستاذ طارق سعودي. رغم أنه شجع في مرحلة من المراحل شجع لا أعرف هذا الموقع. تفضل سعودي ليك أنه ترامب شجع الجمهوريين على التصويت، لكن في مراحل أخرى أيضا كان يشكك فيها، وحتى في الأيام السابقة هو قال أنه يعني من الصعب أن نقبل، يجب أن تخرج النتيجة بنهاية هذا اليوم، يعني خلال هذه الساعات التي نحن فيها الآن. وبعد ذلك يعني القول بعد ذلك هو لديه شكوك كبيرة في هذا الأمر، وسوف يشكك حتى إذا حصلت المفاجأة وفازت هاريس بالولايات الجدار الأزرق، سيقول أنه تم التلاعب وهذا الفرز الذي تأخر هو السبب في هذا الموضوع، وهو أيضا بالبريد. إذن هو يعني لم يغلق الباب أمام نزاهة التصويت بالبريد، هو ما زال يشكك فيه، ولكن يشكك فيه حينما يكون هو الخاسر. عندما لا تكون النتيجة لصالحه لا أعرف ماذا ستعلن أستاذ حازم، ولكن موقع بولي ماركت الرهانات 97% ترامب 3% هاريس. هذا رهانات لازم نوضح للمتابعين ما هو. هو موضوع رهانات، يعني الرهان يرهنون مثل القمار مثل سباق الخيل أقرب شيء بالأموال طبعا بالأموال. هذا الرهان الآن من سيضع أمواله على هاريس ويفوز وتفوز هاريس مليار كثير نتكلم عن مليار ونصف دولار لترامب وبين المرشحين مليارين ونصف من الدولارات بين الاثنين ولكن يعني المال قال قوله لا هذا لا يعني لازم الكلمه الاخيره علينا جميعا نحن في هذه الجلسه حلوان النسبه كانت النسبه يعني قبل يوم واحد 55 يعني وصلت 55 هي كانت زادت لترامب ثم انخفضت الى 55 والان عادت طبعا عادت لانه الارقام زادت يعني انت تعرف استاذ طارق لانك رهنت على هذا الموقع لا لم اراهن اتابع فقط اعتقد ان المراقبين ادلوا دلوهم الان اعتقد انها أن لا 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 ما زال استاذ حازم لا نحن نحسم ولا نفصل لديك اخبار جديده لا فيرجينيا منذ قرابه نصف ساعه طبعا تم حسمها لهاريس متوقع حتى الآن بالمناسبة على مستوى الولايات ليس على مستوى المقاطعات داخل الولايات على مستوى الولايات حتى الآن لا مفاجآت الولايات التي توقعنا أن تكون زرقاء زرقاء الولايات التي توقعنا أن تكون حمراء حمراء الولايات المتأرجحة ما تزال تتأرجح إلا نورث كارولينا تم حسمها ولكن حتى في عام 2020 عندما خسر ترامب هي الوحيدة من الولايات المتأرجحة التي ولكن الكلمة هنا ليس أنها كانت عند ترامب الكلمة هنا أن كمالا وأن الديمقراطيين لم يستطيعوا أن يأخذوا نورث كارولينا هذه هي النقطة وحتى الولايات الأخرى إلى الآن أداؤهم لا يبشر بالخير أعتقد أن الديمقراطيين فقدوا في الصباح كان لديهم ثقة عالية فقدوها الآن بدأوا يتوتروا هذه معلومة أم تحليل بالنسبة للثقة العالية هذه تحليل ومعلومة ومعلومة أنا لديهم ثقة أنهم سيفوزون وكانوا مرتاحين في بداية اليوم كانوا مرتاحين جدا بأن هذا السباق لهم تغير بشكل كبير الآن هناك توتر شديد في صفوف الديمقراطيين وهم ينظرون إلى الشاشة ويتابعوا هذه النتائج ويرون أنه حتى أنه لم تحسم على مستوى الولايات ولكن في مستوى المقاطعات بلا شك اللون الأحمر يطغى أكثر مما كان متوقعا. أريد أن أضيف أنه يعني ربما كانت استطلاعات الرأي التي شكك فيها البعض هي كانت دقيقة يعني الفوارق الفوز هي في حدود 2 أو 3% يعني في ضمن هامش الخطأ وبالتالي لم تكن استطلاعات الرأي خاطئة ورغم ذلك أنا أعتقد أنه برضو يعني كانت تعطي ربما هاريس أكثر مما تستحق أو ربما الناخبون أنفسهم كانوا يعني يخفون أنهم سوف يصوتون لترامب هذه دائما ما تحدث وسنعود إليها هذه سنتحدث إليها وسنتحدث عن أيضا موضوع آخر استثنائي بعد الضيف ولكن أستاذ حازم مصر تفضل بسرعة أعتقد أن بنسلفانيا وجورجيا سيعلنان خلال هذا إلى 20 دقيقة أكثر من 95% من الفرز تم وهناك فرق بنسلفانيا وجورجيا هناك فارق كبير لصالح ترامب في الولايتين سنعود بعد 10 دقائق خلي عينك دكتور أنا سأذهب إلى عمان إلى دكتور نبيل العتوم دكتور نبيل المحلل السياسي طبعا دكتور نبيل كيف تتابع من عمان هذه النتائج هذه الانتخابات ما هي قراءتك إلى الآن
صباح الخير سيدتي، يعني ربما لم تكن مفاجئة هذه النتائج، خاصة يعني كان هنالك استطلاعات رأي عام، يعني أكثر من 7 مؤسسات أعلنت عن استطلاعات رأي، جزء منها لم يكن دقيق على الإطلاق، خاصة مع محاولة الترويج إلى الديمقراطيين. الآن هنالك ولايات متأرجحة صوتت لصالح الحزب الجمهوري، وطبعا هذا له مغزى ودلالاته، خصوصا أنه هنالك تحول في المزاج الناخب الأمريكي فيما يتعلق بالذات بالقضايا الداخلية، التركيز على الجانب الاقتصادي، موضوع ما يسمى بالحريات، موضوع الضرائب، أيضا موضوع السياسة الخارجية، ومحاولة انتهاج سياسة مخالفة ضد سياسة الإدارة الأمريكية السابقة. يعني احنا اليوم نتحدث عن أن هذا التصويت هو تصويت ضد سياسات إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بالانخراط بالحروب، عدم تهدئة بعض الملفات، هذا أثر بشكل كبير وانعكس على المزاج الأمريكي بشكل عام فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية. دكتور سأبقى معك في هذه النقاط، ولدي سؤال محدد جدا. أولا، هل هناك من وجهة نظرك نوعا ما الذهاب إلى ترامب بسبب عقابي مثلا على سياسته في الشرق الأوسط وبدايته ودعمه الكبير مثلا لإسرائيل في كل ما تقوم به في المنطقة من وجهة نظرك؟ يعني جزء منه متعلق، لأنه سياسة ترامب هي قائمة على التهدئة، قائمة على عدم الانخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الحروب وفي المواجهات، لكن بموازاة ذلك ربما هذا يعكس أيضا سعي الناخب الأمريكي إلى حسم بعض الملفات الحساسة والمهمة، خصوصا ما يتعلق ب ملف الإيراني لإقامة إدارة بايدن بإرخاء الحبل قليلا فيما يتعلق بإيران وبرنامجها النووي وتدخلها في الأزمات الإقليمية واتخاذها كساحة لتبادل الرسائل مع الخصوم والمنافسين ومحاولة استنزاف قدرات ومصادر المنطقة. احنا اليوم نتحدث على هذا التصويت هو احتجاج على كثير من القضايا، خاصة احنا اليوم لما نيجي نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، هذا البرنامج اللي تقدم في فترة بايدن وسعى خطوات كبيرة لدرجة دفعت رئيس وكالة الطاقة الذرية الحديث بشكل واضح على أنه البرنامج النووي الإيراني بات قطار بلا عودة ويسير بلا عودة، واقتربت إيران من صناعة القنبلة النووية، وهذا طبعا سوف يكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الإقليمي وعلى الأمن العالمي. عدا عن ذلك، سياسة التراخي فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية ومحاولة دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط البيئة الصراعية فيما يتعلق مع الجانب الروسي، وهذا كان له تداعيات أيضا مهمة على الاقتصاد الأمريكي، على البيئة الصراعية التي تولدت مؤخرا حتى فيما يتعلق بدفع دول الاتحاد الأوروبي لجعل الولايات المتحدة الأمريكية تبدو في المواجهة مع الجانب الروسي، أيضا سياسة التراخي مع الصين، كل هذه ملفات مهمة تعني للناخب الأمريكي ولها انعكاسات مهمة على الاقتصاد الأمريكي. دكتور نبيل، سأبقى معك في نقطة مهمة وهي نقطة الشرق الأوسط إذا سمحت لي، نبقى في نقطة الشرق الأوسط إذا سمحت لي. أولا، استمرارية أولا حتى إخبار اليوم مثلا أن رئيس الوزراء نتنياهو أقال وزير دفاعه جالانت في هذه الأيام في يوم الانتخابات الأمريكية بانتظار إدارة جديدة قد لا نعرفها قريبا، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ ثم أي من الإدارتين ترى أنها نذهب إلى تهدئة الحروب والنزاعات في المنطقة؟ يعني هذا سوف يكون له تداعيات، خاصة إقصاء يوف جالانت مستغلا الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة امتصاص الغضب الأمريكي والاحتجاج الأمريكي من ناحية، ومن ناحية أخرى ربما هذا يشي بتحول مهم فيما يتعلق بالسياسة
العسكرية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بحسم بعض الملفات المتعلقة بموضوع ربما التوسع العسكري في إطار المواجهة مع حزب الله اللبناني من ناحية، من ناحية أخرى أيضا فيما يتعلق بالمواجهة مع الجانب الإيراني، خاصة أنه يوقف جالنت كان له بعض التحفظات فيما يتعلق بهذه الملفات، وبالتالي أعتقد أنه سوف يكون هناك تحول مهم في السياسة العسكرية الإسرائيلية من ناحية. ومن ناحية أخرى بعتقد أنه الإدارة الأمريكية القادمة في حال تأكد فوز الرئيس ترامب سوف تسعى إلى محاولة تهدئة الأزمات، وكانت رسالة ترامب واضحة عندما قام بالاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه عليه أن ينهي المهمة قبل وصوله إلى البيت الأبيض، وهذا له مغزى ودلالاته في نهاية المطاف، لأنه خلال الفترات الماضية وفترة الرئيس ترامب لم نشهد أي حروب في المنطقة، ولم نشهد محاولة دعيني أسميه تفجير للأزمات الموجودة في المنطقة. الأمر الآخر أيضا سوف يكون هنالك منحة واضح بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط فيما يتعلق بتشديد العقوبات على الجانب الإيراني، فيما يتعلق أيضا بطبيعة التعامل مع ميليشيات إيران وأذرعها الموجودة في المنطقة، خاصة بعد تداخل الخطير بعد أحداث 7 أكتوبر، وأيضا ومحاولة الدخول الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية واتخاذ الساحة العراقية كساحة وكمنطقة. سأبقى معك في هذه النقطة دكتور نبيل إذا سمحت لي. هل من وجهة نظرك مع إعلان مثلا إيران أنها سترد على الضربة الإسرائيلية ثم عادت وقالت أنها سترد ولكن لن تؤثر على الانتخابات، وبالتالي أجلت هذه الضربة على أمريكا بعد الانتخابات يعني بعد يوم 5 نوفمبر، في نفس الوقت كانت إسرائيل تتجهز لهذه الضربة ثم قالت أنها قد تستبق الضربة الإيرانية بضربة على إيران، مع كل هذه العمليات الفرز وانتظار النتائج وإدارة أمريكية قد تتغير، كيف ترى تطورات الأمور في المنطقة؟ بالتأكيد يعني الإيرانيين سوف يعدون للعشرة في حال تأكد فوز الرئيس ترامب، لأنه لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة وشاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. العملية التي قامت فيها إسرائيل في 26 أكتوبر كانت عملية مؤثرة، كانت عملية تكتيكية بنتائج استراتيجية استهدفت من خلالها منظومات الدفاع الجوي وعدد من الأهداف المهمة داخل العمق الإيراني، سواء منشأة بارشين العسكرية، منشأة فيرجن، منشأة طالقان 2، وكان هذا الأمر له تداعيات خطيرة لما استدرك صانع القرار السياسي والأمني الإيراني أنه هذا سوف تكون مقدمة لاستهداف المنشآت الحيوية في إيران في حال توفرت الفرصة للجانب الإسرائيلي. الآن الجانب الإيراني تفضلت بنقل الصواريخ البالستية إلى الأراضي العراقية في محاولة استباقية لخلط الأوراق واتخاذ الساحة العراقية كساحة لتوجيه ضربة عسكرية مباشرة ضد الجانب الإسرائيلي. الآن مع وصول الإدارة الجمهورية يدرك الجانب الإيراني تبعات أي خطوة أو مغامرة عسكرية في هذا الاتجاه، خاصة أنه الرئيس ترامب وضع منهجية واضحة للتعامل مع الجانب الإيراني، من ضمنها تشديد العقوبات الاقتصادية من ناحية، أيضا المطالبة باتفاق نووي جديد بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو من العام 2018 فيما يتعلق بضرورة إدماج 3 ملفات أساسية في أي اتفاق مستقبل: البرنامج الصاروخي، برنامج الطائرات المسيرة، دور إيران مزعزع للأمن والاستقرار من خلال مداخل الأزمات الإقليمية، وأيضا ملفات أخرى عديدة مثل دعم إيران للإرهاب، موضوع الحرس الثوري الإيراني وتدخلاته في المنطقة. لك دكتور نبيل إذا سمحت لي سؤال ختامي، أعرف أنك بدأت بالإجابة على هذا السؤال، ولكن من أجل مصلحة المنطقة، من أجل مصلحة التهدئة، أي إدارة قد تكون في هذه المصلحة في هذا الاتجاه؟ أنا أميل إلى الإدارة الجمهورية وأميل إلى الرئيس ترامب، خاصة أنه لديه استراتيجية واضحة في التعامل مع قضايا المنطقة فيما يتعلق مع الملف الإيراني، فيما يتعلق بتداخل إيران عبر الأزمات الإقليمية ووجودها من خلال ميليشياتها وأذرعها من خلال 63 ميليشيا موجودة في العراق، 25 ميليشيا موجودة في سوريا، حزب الله اللبناني، وأيضا فيما يتعلق بالملفات المتفجرة الأخرى فيما يتعلق بالملف اللبناني، فيما يتعلق بملف غزة، وسعي إلى تحقيق السلام في المنطقة فيما يعرف بالتطبيع، لكن ضمن إطار واضح ومحدد
ينسجم مع القرارات الدولية. إدارة بايدن كانت متراخية في هذا الأمر بشكل واضح وصريح، وكانت إدارة ضعيفة ومترهلة في التعامل مع قضايا المنطقة، مما دفع بكثير من الدول العربية إلى محاولة بناء مقاربة استراتيجية عنوانها دبلوماسية التوجه نحو الشرق. يعني إدارة بايدن وسياسات دعيني أسميها المتراخية اللي دفعت كثير من الدول العربية الاتجاه نحو روسيا والصين لمحاولة إعادة بناء علاقاتها الاستراتيجية ضمن سلة واضحة وضمن خيارات عديدة، وبالتالي إدارة بايدن خسرت كثير من علاقاتها مع دول المنطقة على وجه التحديد، وربما هنالك مراجعة للسياسة والدبلوماسية الأمريكية بايدن. في حال تولي رئيس ترامب. شكرا جزيلا لك دكتور نبيل العتوم المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. أعود إليكم، إذن لديك أخبار جديدة. ولاية جورجيا تم إعلانها لترامب الولاية المترجحة الثانية التي يربحها ترامب. الآن لديها طريق واحد، تحتاج بنسلفانيا، تحتاج ميشيغان، وتحتاج ويسكونسن. صعب جدا، الطريق ضيق ووعر جدا. جدا لا لا أرى وجهك أستاذ طارق عذرني، ولكن خسرت حتى ويسكونسن، هي لديها 10 أصوات، لكن أريزونا متقاربة للغاية هناك. إذا كسبت أريزونا يمكن أن تستعيد عن خسارتها في ويسكونسن. المشكلة في بنسلفانيا، يعني بنسلفانيا هي الحاسمة. ما الذي من وجهة نظرك الذي رجح جورجيا لصالح ترامب أستاذ حازم؟ ولاية جنوبية تصوت تاريخيا للجمهوريين، لكن أيضا هذه المشاكل الاقتصادية في جورجيا. الولايات الجنوبية أفقر في العادة من الولايات الشمالية، هناك التضخم يؤثر عليها بشكل كبير، وكما قلنا الاقتصاد هو سيكون أساس هذه الانتخابات. طبعا يعني اتفقنا من 10 دقائق تقريبا جورجيا. ثم بنسلفانيا صحت نصف التوقعات. نعم. أحاول منافسة ليلى عبد اللطيف بخجل أنا. طيب لماذا من وجهة نظرك لم تتمكن من جورجيا؟ يعني جورجيا فيها أقلية كبيرة من الأمريكيين الأفارقة. نعم. أعتقد أن الرجال الذين يعني ربما لم ينتخبوا أو لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع للأسباب التي ذكرتها، يعني بالإضافة إلى أنه ترامب فعلا نجح في أن يستقطبهم بدرجة كبيرة. أعتقد أن هذا كان عاملا مهما، خصوصا أنه يعني كان الفارق 12,000 صوت في الانتخابات الماضية، والفوز الآن لا أعرف الهامش بالأرقام يعني تحديدا، لكن أتصور أنه يعني 150 ألف تقريبا أفضل من المرة السابقة بكثير. هذا يعني بالفعل كما قال الصديق حازم أنه يعني بالفعل هناك استياء من موضوع التضخم، وربما تكون هناك عوامل أخرى. يعني أود أن أتحدث عن نقطة وهي استثنائية في هذه الانتخابات أيضا، 40 مليون من الجنزي الجيل زد، وعدد كبير منهم دخل وذهب وسجل للمشاركة في الانتخابات. هذا الجيل كيف يفكر؟ أبدأ معك دكتور إبراهيم. هذه الانتخابات ستساعدنا أكثر على معرفة فهمهم. كيف يفكر صح؟ نعم. جيل زد، وهو أصبح جزء من التركيبة السياسية، جزء من عملية التصويت. لا نعرف تماما أين يميلون، وخصوصا أن هناك أيضا فروقات بينهم، فروقات تتبع العرق، الطبقة الاقتصادية، الجندر، كل ذلك يؤثر على قراراتهم. ولكن تحدثنا في صباح اليوم عن كيف أنهم أيضا مستائين مما يجري، وبأن الواقع الاقتصادي بالنسبة لهم ليس واعدا كما يرون، ولديهم الكثير من التوتر anxiety بالنسبة لما يحمله لهم المستقبل. ربما الكثير رأى في دونالد ترامب مرشح قوي. أعتقد أن بخصوص ولاية جورجيا أيضا تحدثنا عن مواضيع مثل الأمان داخل المدن الكبيرة. نعم. داخل أتلانتا على سبيل المثال. هذا موضوع مهم. الكثير من حتى أولئك الأقليات من الأصول الإفريقية خصوصا الرجال مستائين جدا من موضوع المدن، الأمن فيها، ارتفاع معدل الجريمة في هذه المدن على وجه التحديد. ربما كل ذلك ما دفعهم الاتجاه نحو الحزب الشمولي. نذكر ماذا رأوا عندما كانوا في 13، 14 من عمرهم، مظاهرات Black Lives Matter، الفوضى العارمة في المدن الأمريكية، والرد السيء
للديمقراطيين على هذه الفوضى. هؤلاء الأطفال بلاك لايز ماتر ليست تتعرف كيف بدأت بلاك لايز ماتر مع فلويد وكيف لكن أعتقد المظاهرات الكبيرة يكون لا هو مشها بعض أعمال الشغب، ولكن لا أعتقد أن الحركة لا أعرف أنا اتحاد ذاتها هي غيرت. كان هناك خوف في المنزل على الأمن، الأمن مهم جدا. سأعود إليك أستاذ طارق. كمالا هاريس حاولت هل Thank you for believing in the promise of America. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. So thank you. We believe in you. May God bless you. May God keep you. And go HU and go Harris. Thank you all. ونتمنى الفوز لهاريس. شكرا لكم جميعا. هذه كانت بعض الكلمات من واشنطن دي سي من جامعة هاوارد، من كان مدير حملة مع كمالا هاريس من الجامعة هنا إلى لا تبعد كثيرا تقريبا أقل تذكرني ب 2016 كيف؟ تماما خرج مدير حملة كلينتون كانت بعد ذلك بعد التوقيت كلينتون 2016 خرجوا كانت تقريبا أعتقد الثالثة أو الرابعة صباحا قالوا لأنصارهم اذهبوا سنلقي خطاب في الغد لنتحدث عما يجري كان تمهيد لامتصاص الصدمة في اليوم التالي تنازلت كلينتون. أعتقد أن هناك شعور أنهم بدأوا أن أقرأه بأنه على الأغلب هذه الانتخابات تجنح لترامب ولكن مرة أخرى لا نعرف لا نعرف. وضع هاريس النفسي أيضا لا يسمح لها بالخروج. لا سياسية ليس هناك وضع نفسي لابد أن تكون قوية. لا هذا ليس السبب. ليس لأنها امرأة أستاذ حازم. هنا أنا سأدافع عن الموضوع. كانت دائما على مخاطبة جمهورها إلا اليوم. هناك سبب. هناك سبب. ليس خطاب. دعوني أطرح. أنه رسالة ليقول ما زلنا موجودين. نتابع ما يجري ولكن لن تقدم خطاب لأنه إذا ما كان الخطاب عليها أن تقول إما انتصرت أو هزمت ولكن it's too early يعني مازال مبكرا لقول ذلك مبكر. أستاذ طارق حتى أعود إلى الجنزي لأن يمكن بعد ذلك من خلال تحاليل تكون هذه الطبقة هي التي تغير في النتيجة لأنهم متحمسين وسجلوا بطريقة كبيرة. حاولت حملة هاريس استقطابهم بكل الأسماء الممكنة من الفنانين والممثلين والمؤثرين كاردي بي على تايلور سويفت على كلهم. هل هذه الطريقة نافعة؟ لأنه أيضا ترامب حاول استقطابهم ولكن أود أن أسألك. ليس بالضرورة يعني هؤلاء خصوصا يعني الجيل من سن 19 حتى 29 يعني هؤلاء عادة ما تكون لهم يعني أعتقد شخصياتهم الخاصة بهم ولا يعني يميلون إلى الانجرار حول من يحاول جذبهم باتجاه معين. لكن في نهاية المطاف أتصور أنه هذه الفئة كان هناك رهان كبير من الديمقراطيين أنهم يصوتون لصالح الديمقراطيين أكثر، هم وكذلك من هم كبار في السن للغاية يعني على أساس هناك مكاسب طبية يمكن أن يحصلوا عليها أو صحية يعني من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين. لكن يبدو أن هذا الرهان لم يكن يعني جيدا بدرجة كبيرة وصوتوا يعني بالتساوي بين كيف ترى طريقة ترامب في جلب هذه كيف توجه لهم جنزي الجيل زد؟ ترامب شخصية مشهورة الشباب خصوصا الشباب اليافعون في العمر يهتمون بالشخصيات المشهورة خصوصا بهذا النوع من العنفوان الذي نراه عند ترامب مثير للجدل. أرى شباب كثيرين يأتون إلى واشنطن من ولايات أخرى
يرتدون قبعات ترامب، لكن أيضا هؤلاء الشباب يتأثرون بمجتمعهم، بأهلهم، بالكنيسة، بالمدرسة، بالشارع. فهناك تأثير، هم يعكسون وجهة نظر ما يرونه في مجتمعهم. نعم. ومن الواضح أن هذا المجتمع يتحول إلى الجمهوريين اليوم على الأقل. أنا فقط حتى نذكر أنه كمالا هاريس حملتها أعلنت منذ قليل أنها لن تتكلم اليوم، لن يكون لديها خطاب، ولكن هناك أخبار تدور طبعا غير مؤكدة أن ترامب ربما سيكون له خطاب الليلة. لن نعلق على هذا الموضوع، سنرى. ولكن أظن أنه سينضم إلي الآن دكتور جيمس روبنز، زميل أول في شؤون الأمن القومي في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية، طبعا عن الحزب الجمهوري. دكتور جيمس، كيف تراقب هذه الانتخابات بالنسبة للرئاسة وحتى أيضا مجلس الشيوخ ومجلس النواب؟ هل أنت متفائل لمرشحك طبعا ترامب؟ أعتقد بأن أشياء كثيرة تجري كما توقع الغالبية. السباق قريب جدا، وأغلب السباقات كما توقعناها، ويبدو أن الجمهوريين سيستولون على كل النتائج. تعتمد على الولايات المتأرجحة. أحد التطورات غير المتوقعة هو أن دونالد ترامب يقود في ولاية فيرجينيا، ولا أحد توقع ذلك. وأما إذا ما سيحافظ عليها أم لا، لا ندري، ولكن إذا ما فاز بفيرجينيا وكذلك نيفادا كما هو متوقع، فسيفوز بالسباق ولن يكون بحاجة للولايات الأخرى التي تحدث عنها الجميع. كلا الجانبين في السباق قدم بيانات أنهم سيقبلون الانتخابات العادلة، ولكن كلا هما قال أنه ربما يتحدى النتائج. ما أمله هو أنها أي من يفوز في النتيجة النهائية، إذا كان الهامش كبيرا، فلن يكون هنالك إعادة حساب الأصوات لعدة أيام أو مطولة، وهذا سيزعج الغالبية، لأن النتيجة السيئة ستكون إذا كانت لم تحل النتيجة خلال اليوم أو اليومين أو على أمل الليلة. كلما طال أمدها فكلما ازداد الانزعاج، وهنا البعض يأخذون الأمور أو زمام الأمور بين أيديهم، ولا أريد أن نرى هذه النتائج. الجمهوريون سيسيطرون على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وإذا ما فازت كامالا هاريس بالرئاسة فسيكون لديهم بعض السيطرة على ما يمكن أن تحققه، خاصة من جانب مجلس الشيوخ والذي يؤكد المعاهدات والقضاة وتعيينهم. فالجمهوريون بإمكانهم التنفس الصعداء، لأنهم سيحافظون بالسيطرة على مجلس النواب وبعض المقاعد في مجلس الشيوخ. ولكن حتى هذه اللحظة لا نعرف من سيكون الرئيس. ترامب يقود بأشكال غير متوقعة، وربما تكون الليلة بكرة ولا ندري. دكتور جيمس روبنز معنا الحزب الجمهوري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من واشنطن. تحدثت على الجنزي، أعود إليكم أخذتم راحة، تحدثت عن الجنزي والجيل زد. أود أن أتحدث عن المرأة. بحسب نيويورك تايمز بولز فإن ترامب يفوق 14% في مستوى تصويت الذكور له، في حين أن هاريس تفوقه ب 12% فقط في تصويت المرأة لها. يمكن أن نقرأ هذه النتائج لكم جميعا. كنا متوقعين بأن يكون هناك تصويت أكبر، أو أن لا يزعم بأنه لم يحصل، ولكن التوقعات تقول بأن الكثير من النساء البيض سيصوتن لهاريس. هذا الكثير مما عول عليه الحزب الديمقراطي، ربما لم يحصل ذلك. ربما الكثير مما قلنا بأنه سيصوتنا لهاريس لم يصوتنا لها الليلة. أيضا هناك الكثير من الأرقام التي توضح بأن الرجال من الأقليات حتى من الخلفية الأمريكية الأفريقية صوتوا لترامب هذه المرة. الهجرة، البطالة، الجريمة، الأمن،
كل هذه الملفات أعتقد كانت مهمة جدا في خياراتهم ليصوتوا لترامب. نبقى في المرأة وسأعود للأمريكيين من أصول إفريقية، ويبدو أن هناك سيارة شرطة هنا تفرق مظاهرة أعتقد، مظاهرة أو شيء من هذا القبيل. نحن طبعا ورانا وخلفنا شارع في أمام البيت الأبيض. أستاذ طارق، المرأة تصوت لصالح كمالا هاريس صحيح، ولكن ليس بالعدد الكافي مثل ما يصوت الرجال لترامب. نعم، هو كان رهانا خاسرا على ما يبدو بالنسبة لهاريس. يعني هي ظنت أنه التركيز في حملتها على أنه ترامب معادي للنساء، لا يعني يعطيهن الاحترام الواجب. وكما سمعنا خلال نهايات الحملة ما قيل على أنه لا يحيط نفسه بنساء القويات، كل ذلك كان مدعاة لأنه أو يعني رهانات لدى الديمقراطيين بأن المرأة سوف تصوت أكثر بالنسبة لهاريس. ربما صوتت أكثر لكن ليس بالنسبة المطلوبة. أيضا على الجانب الآخر الرجال السود يعني يبدو أنهم صوتوا لهاريس أكثر لكن ليس بالنسبة التي فعلوها مع بايدن. يعني مع بايدن ربما تجاوزت النسبة ربما قربت على 90، لكن الآن ربما كانت 60 أو أكثر. فهذا يؤثر مؤثر جدا طبعا بالتأكيد. طبعا موضوع أن هاريس امرأة خطش تذب أصوات النساء، موضوع الإجهاض أتى في وقت حاسم بالنسبة للحملات الانتخابية وهذه الانتخابات. لكن أولا لا يوجد تفريق كبير وواسع نطاق بين المرأة والرجل في الولايات المتحدة، الحقوق متساوية أو شبه متساوية، ليس مقارنة بدول أخرى. بدول أمريكا تدعي يعني أنها هي الأقوى والأعظم وتصين دروسا في موضوع المساواة، ليست الأمر بذلك. لسنا بيرفكت، لسنا ممتازين، لكن هناك محاولات مستمرة لإضافة حقوق أخرى وتأكيد المساواة. لكن المرأة ما همومها؟ هي كهموم الرجل. يعني وضع اقتصادي جيد. والعشرين ما زلنا نرى، هل أمريكا مستعدة لأول رئيسة أم لا؟ تخيل نطرح هذا السؤال في هذا القرار. أنا أعتقد أنها لو كانت أفضل كانت مستعدة. الولايات المتحدة هي شخص سيء. يعني لم تعجبكم هيلاري كلينتون، لم تعجبكم كمالا هاريس مع كل ما عندها وما كل ما وصلت إليه. يعني كهيلاري كان لديها فرصة جيدة. من البطلة التي ممكن أن تعجب الأمريكيين؟ لا نعرف. المواصفات كيف؟ لا نعرف. هيلاري كانت على فكرة ستصل البيت الأبيض لولا بضع مشاكل قانونية واجهتها. موضوع بنغازي وقتها كان هناك موضوع مختلف، وطبعا المشاكل الداخلية في الحزب الديمقراطي التي واجهتها وقتها. لكن عودة إلى فكرة أن الرجل والمرأة يريدون اقتصاد أفضل، يريدون فرص عمل أفضل، يريدون مستقبل أفضل لأطفالهم وعائلتهم، فهناك تساوي في ذلك. وكما قلت ترامب بدأ الرئيس الأفضل والخيار الأفضل لهذه الأمور التي يشترك بها المرأة والرجل، وهي أمور أساسية لأي مجتمع. أود أن أذهب إلى الأمريكان من أصول إفريقية، نسبة مهمة جدا ترجح كفة رئيس أو تساهم في مرشح قصدي أو خسارة مرشح آخر. هنا النقطة المهمة، الأمريكيين من أصول إفريقية صوتوا لصالح ترامب ب 6-7% تقريبا في 2016، هذه النسبة في 2020 أصبحت 12%، استطلاعات الرأي تقول 15% بالنسبة لترامب، هذه نسبة كبيرة جدا، كيف تقرأها؟ أعتقد أنني أقرأها بأن هناك الكثير من العوامل التي يغفلها الحزب الديمقراطي تتخطى موضوع الهويات. العوامل التي كنا نتحدث عنها من الواضح أن الأمريكيين يعطونها ثقلا كبيرا. أعتقد أن موضوع الإجهاض الهيبة لعب دورا كبيرا في عام 2022 في الانتخابات النصفية، ساعد الديمقراطيين بشكل كبير، لم يساعدهم اليوم لوجود الكثير من العوامل الأخرى. لأن عدد كبير من الأمريكيين بكل ألوانهم وعراقهم أطيافهم من المحافظين. صحيح، من المحافظين. أعتقد أن الكثير منهم حتى من الديمقراطيين، هناك جناح كبير من المحافظين داخل الحزب الديمقراطي، وأعتقد أن هناك تمييز بلا شك بناء على اللون والجندر وما هو متوقع وما هو مسموح وما يتم التسامح به مع المرشحين الرجال وخصوصا البيض مقابل الآخرين، وكيف يتم طبعا التوقع أن يكونوا مثاليين إذا ما أرادوا. ولكن أيضا إذا ما نظرنا إلى الجانب المشرق، إذا ما
كلنا. أعتقد أن هيلاري كلينتون وأيضا هاريس الآن وإن خسرت طبعا سنعرف ذلك ربما الليلة أو في الغد، أعتقد أنهن يمهدن الطريق لتغيير كبير. الخطاب ضد هاريس على أنها امرأة كان أقل مما كان عليه في عام 2016، هذه النقط التي تحققها النساء الأمريكيات منذ تأسيس الجمهورية الأمريكية، هذه معركة تستمر. من الواضح أن الانتصار فيها سيكون بالنقط وليس بالضربة القاضية، ولكن فعلا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج فقط، ولكن هذا الأمر لأنه مرة أخرى أن يكون هناك صوت مختلف عن الرؤساء البيض معظمهم الذين رأيناه ليس فقط من أجل النساء الأمريكيات ولكن من أجل المجتمع الأمريكي بشكل عام. أستاذ، لأنه كلمة الإجهاض عدد كثير من المرات، وحتى مع ضيفنا من القاهرة ذكر نفس الشيء، هل الحزب الديمقراطي كمالا هاريس في حملتها ذهبت بعيدا جدا في موضوع المثلية الجنسية، في موضوع الإجهاض، في موضوع تغيير الجندر وتغيير الجنس، في هذه المواضيع التي نوعا ما فعلا ليست الأغلبية وليست من الاهتمامات الأولية بالنسبة للأمريكي صراحة؟ يعني بالنسبة للأمريكيين ككل، الأمريكيين منقسمون في هذا الموضوع، لكن طبعا المحافظون في الحزب الجمهوري طبعا لهم موقف واضح في هذا الإطار. أعتقد أن السود أيضا لهم موقف واضح في هذا الإطار، وهم لا يقبلون المثلية الجنسية بدرجة كبيرة، ربما أكثر حتى من المحافظين. وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون يعني لعب دورا في عدم ذهاب وتحمس. تعتقد أنها بالغت قليلا أم هذا ما هو مطلوب بالنسبة لقاعدتها الانتخابية كمالا هاريس؟ أعتقد أنها لم تركز على هذه النقطة، يعني هي حاولت أن تتجنب. بلى أستاذ طارق، بلى في كل خطاب، في كل بلى، ووعدت بالكثير لهذه الطبقة على الأقل، وأظهرت فروقا بينها وبين ترامب بهذه النقطة أيضا، يعني ركز على الفروق بينها وبين ترامب. لكن دعيني أعود بشكل سريع جدا على موضوع الأمريكان من أصول أفريقية. لا ننسى الأوباما فاكتور أو دور أوباما في هذا الموضوع. يعتقد البعض أن انتخابه سيغير الوضع الاجتماعي العام في الولايات المتحدة. لم يغير شيء، يعني لون بشرة هذا الرئيس في هذا المنصب لن تؤثر على حقوق صحيح. الأشخاص نريد شخص هي ربما يستطيع أن المجتمع أصبح متسامح أكثر. لكن هذا ولكنه لا يغير. لا يجعل المجتمع أكثر تسامحا بعد الانتخاب. ليس عامل. تمام. سأذهب تفضل. الآن سأعود إليكم، أعطوني بعض الأخبار سأعود إليكم. سأذهب إلى صديقنا زميلنا ناصر أبو دياب مراسلنا في هذه بنسلفانيا. صح ناصر أبو دياب، تعطينا بعض الأرقام، ما الذي تحمله لنا الآن؟ نعم نوفر، يعني رغم أن الولايات الحاسمة لم تحسم بعد، ولكن يبدو أن هناك توجه عام لدى حملة ترامب وشعور عام بأنه على طريق تحقيق النصر. ترامب الآن هو في طريقه، كما نعلم هو كان يتابع النتائج من منتجعه في فلوريدا، الآن يتجه مع المجموعة التي كانت معه في منتجعه من مثل إيلون ماسك، مثل روبرت كينيدي وعائلته أيضا، سيتجهون إلى مركز المؤتمرات لتحية أنصاره. نحن ننتظر إن كان سيلقي خطاب النصر حتى قبل إعلان النتائج النهائية أم سينتظر حتى صدور النتائج. في المقابل حملة هاريس، مستشار هاريس خرج إلى أنصار نائبة الرئيس الذين يتجمعون هنا في جامعة هاورد في واشنطن دي سي، وأخبرهم بأن هاريس لن تلقي خطابا الليلة، بأنها ستنتظر الانتهاء من فرز الأصوات ومن ثم ستلقي خطابا للشعب الأمريكي يوم الغد. هذا بالنسبة لآخر أخبار الحملتين. أما بالنسبة للأرقام، ما زلنا في انتظار أرقام بنسلفانيا، ميشيغان، ويسكونسن، الحسم النهائي. حتى الآن في ولاية بنسلفانيا وصلت النسبة إلى 90% من فرز الأصوات. ترامب يتقدم ب 51.2%، وكامالا هاريس 47.8%. ميشيغان 60% من الأصوات
فرز الأصوات بطيء قليلا في هذه الولاية التي كان من المتوقع أن تفوز فيها كامالا هاريس، لكن ترامب يتقدم ب 52.3 مقابل 46 لهاريس. في ويسكونسن 85% من الأصوات تم فرزها، ترامب ما زال يحافظ على تقدمه 51.4% مقابل 47% لكامالا هاريس. في أريزونا ترامب وهاريس يتنافسان، الفارق ضئيل جدا، ما زال ضئيل، أقل من 7%، 51% من هذه الأصوات تم فرزها. بالنسبة لسباق المجلس الشيوخ ما زالت الأرقام هي ذاتها، 51 مقعد في مجلس الشيوخ للجمهوريين مقابل 42 للديمقراطيين. إذا ذهبنا إلى مجلس النواب، نحن نعلم أن جميع مقاعد مجلس النواب قابلة للتصويت وفي هذه الانتخابات. الجمهوريون حصلوا على 183 مقعدا حتى الآن من مقاعد مجلس النواب، فيما الديمقراطيون حصلوا على 155، وطبعا ما زال هناك ولايات لم تحسم فيها النتائج بعد. إذن يبدو أن هناك قد ما يعرف بالموجة الحمراء، إن فاز ترامب في البيت الأبيض وسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، عندها سيسيطر حزب واحد على البيت الأبيض وعلى الكونغرس في الوقت ذاته، ولكن الأمر ما زال مبكرا لحسم الفوز هذا. عودة إليكم نوفر وإلى ضيوفك. شكرا. ما زال مبكرا طبعا، ربما مجلس الشيوخ، ربما الرئاسة، مجلس النواب، لا نعتقد ذلك، لذلك لا يمكن أن نتحدث عن موجة حمراء إلى حد الآن حتى لو أنه حازم يريد ذلك. لفتني موضوع أنه مراسلنا ناصر أبو دياب يقول أنه في ميشيغان مثلا وهناك ولايات يكون الفرز فيها بطيئا نوعا ما. سؤالي هنا، وربما عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي يطرح نفس السؤال، يا إلهي، دولة عظمى وصلت إلى القمر وتصل إلى المريخ ولديها الناسا ولديها سبيس إكس، لماذا عملية الانتخابات بطيئة أو عملية الفرز ليست متقدمة تكنولوجيا مع كل ما لديها من إمكانيات أمريكا؟ سأتفق وأختلف مع هذا الكلام. سأتفق بأنه يجب أن يكون أفضل، يعني فعلا هذا الكلام مصيب 100%. هناك الكثير من الولايات الانفراستراكشر، البنية التحتية فيها للانتخابات متآكلة وقديمة تحتاج لتجديد، ولكن أيضا أختلف بأن بيئة الانتخابات وتركيبتها معقدة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. أولا لا يوجد جهة واحدة تتحكم بهذه، لكل ولاية الحرية لها، لأن هذا جزء من الديمقراطية الأمريكية، في إدارة الانتخابات، في اختيار البنية التحتية. وثانيا صحيح أنها بطيئة، نريد نتائج أسرع، ولكنها بضعة ساعات، يعني ليس كذلك أحيانا بضعة أيام. صحيح، لأنه مرة أخرى، لأنه أيضا يريدون أن يكون هناك دائما العامل البشري بالنظر إلى كل صوت. هناك ديمقراطي وجمهوري ومراقب، وأحيانا من بيئة صحفية، ينظرون إلى كل صوت ويوافقون دكتور. حتى ومراقبين من خارج البلاد. دعني أقارن بفرنسا. أعرف فرنسا 60 مليون فقط وليس 240 و60 مليون، ولكن في فرنسا الساعة 8 مساء بتوقيت المحلي في فرنسا في باريس يتم الإعلان على البروجكشن على الفائز من الرئاسة أو الفائز من الأحزاب في الانتخابات التشريعية 8 مساء بالضبط. لديهم هذا، ولديهم تعرف كم، أظن عندهم 20 حزب يعني تقريبا، والكثير من المرشحين وليس 2 فقط. فهذا ما يجعلني أطرح سؤال، حتى لو كان سطحي السؤال اسمحوا لي. لا لا لا، سؤال الجدال الأمريكي عفوا نتحدث عن مشي، بس يعني عايز أوضح نصفها، نصف الأصوات لم تحسب بعد، ولايات أخرى أبعد من ميشيغان. لا لا، هناك يعني كل معهم
سلامات جيبوا عمال معهم يحسبوا تفضل. كل ولاية بتحدد قانونها الخاص ب يعني وتم تعديلها على فكرة في بين يعني منذ 4 أعوام إلى الآن تم تعديل هذه القوانين. وأعتقد أنه ميتشيغان تحديدا وبنسلفانيا وضعوا أشياء تتعلق بأنه يبدأ الفرز للبريد في يوم الانتخابات فقط، وهذا يعطل أحيانا. ثم أنه كما رأينا يعني قبل قليل قالوا أنه في 33 ألف صوت في ويسكونسن تم يعني اتخاذ قرار بإعادة فرزهم مرة أخرى، فهناك إجراءات وتعطيلات، كل هذا يساهم مع المراقبين الذين يجب أن يكونوا متواجدين على حتى يكون كل شيء على عينهم. أشرت لي إلى نيويورك طبعا. صحيح، كنت أنظر إلى أحد استطلاعات الآراء الخارجين من عملية التصويت. من الملفت في هذا الاستطلاع أن 56% من اليهود في نيويورك و64% من المسلمين في نيويورك صوتوا لهاريس. طبعا الكثير منهم الليبراليين يميلون إلى الجانب اليساري، ولكن أيضا هذه الصورة الفسيفساء الأمريكية سنرى اختلاف الأصوات اليهودية والمسلمة من ولاية إلى أخرى، تعكس الكثير من الاهتمامات ليست فقط على السياسة الخارجية، موضوع التعليم، الرعاية الصحية، الأمن، الجريمة، الهجرة، الاقتصاد، كل ذلك حتى ضمن هذه المجموعات الصغيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية فيها تنوع كبير. دكتور إبراهيم كل ما تحكي كلمة جريمة هناك الشرطة دائما بيسمعوا ويصرخ عليها. نوفر لو تسمح لي العودة بسرعة إلى موضوع سرعة فرز الأصوات. أعتقد أن يعني هم ليسوا بطيئين، لكن نحن أصبحنا أسرع. الدورة الإعلامية، وسائل الإعلام، المرئي المسموع، وأيضا حتى يعني موضوع التوقعات والتكهنات التي تضعنا وتضع المشاهد أنا متأكدة في وضع متوتر. أستاذ حازم لا أعرفها، ولكن هناك تكنولوجيا تمكن من أن يتم التصويت وتخرج النتيجة بطريقة أسرع. 100%، لكن هذه تحتاج أموال طائلة، وفرنسا نظام واحد. فرنسا تشتري يغلقوا حرب ويتم بها بناء بنية تحتية انتخابية. يلا هلا صار فرنسا تشتري أجهزة لدولة كاملة. هنا كل ولاية تتعاقد مع شركة مختلفة لشراء أجهزة وقد تنجح. موضوع الفيدرالية 100%. موضوع الفيدرالية. أريد أن أعقب فقط على تصويت اليهود والمسلمين. يعني هذا مؤشر مهم أيضا، لأنه التصويت اليهودي والمسلمين لصالح الديمقراطيين كان دائما يصل إلى 70%، كونه أنه يصل إلى 60 أو أقل، فهذا يعني أنه هناك تحول أيضا في الصوت اليهودي والصوت المسلم، وهذا ربما ساهم في انخفاض يعني الحصيلة في النهاية، سواء في بنسلفانيا فيها أصلا مسلمين ويهود، وكذلك في هناك مشكلة في المرشحة ذاتها، وهذا ما أعتقد هو سيكون استنتاج الليلة، أن المرشحة كانت خيار سيء. يتعلق بموضوع غزة، يعني ربما بعض اليهود مستاؤون من إدارة بايدن، وأيضا المسلمون أيضا مستاؤون. يعني اليهود لا يعجبهم تعامل إدارة بايدن مع نتنياهو، والحكومة هناك لم يعطوهم ما يكفي باعتبار كل ما أعطته الإدارة الأمريكية هو غير كافي بالنسبة لهم. يتوافقون مع المسلمين أن طبعا كان هناك ظلم في التعامل مع قضية غزة. لحظة، المجتمع اليهودي مقسم كالمجتمع العربي، فاجتمعوا الاثنين ضد هذه الإدارة والمجتمع العربي. أمر غريب أيضا، يعني مثل المجتمع العربي تماما كيف هو مقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين وحزب الخضر، أيضا الكثير من اليهود الأمريكيين مقسمين بين الديمقراطيين والجمهوريين. هناك مشكلة هنا، لأن هذا السخط هو انعكاس إلى سخط الشارع العربي والإسرائيلي. نعم. إذا كانت الولايات المتحدة عبر إدارة بايدن أنفقت عشرات المليارات من الدولارات فقط لتؤدي إلى أن الطرفين يكرهوننا أكثر اليوم، هذه مشكلة. هذا فشل ريادة، وهذا ما تحدث عنه، فشل الريادة في المجال العالمي من قبل إدارة بايدن هاريس. فتحتم المجال هذا. إذن ترامب هذا خطاب. هي الأخبار، يبدو أن ترامب سيلقي خطابا، سنكون هنا. إذن سنتحول الخطاب إذا ما بدأ. ماذا تتوقع خطاب إذا خرج الخطاب؟ بداية سريعة مرة أخرى عن خطاب حملة هاريس، قالوا لأنصارهم بأن يعودوا. أعتقد أن هذا كان إيجابي، لأنه إذا ما يعني فكرنا بما يجري، هناك تجمع عدد كبير من الطلاب خصوصا في حرم جامعة هاورد، تخفيف العدد، تخفيف الازدحام من أجل مهما كانت النتيجة أن لا يكون هناك غضب، ضروري جدا. الآن نترقب ما الذي سيجري. طبعا بالتأكيد سنشهد
ثقة أكبر، هو قريب جدا من تحقيق النصر. لا أعتقد بأنه سيقول انتصرت، أعتقد أنه سيكون أهداف. لما لا؟ ما الذي يمنعه؟ أعتقد أنه يشعر بأنه قريب. هو بالتحديد شخصيته. ربما لاحظي ترامب بالعادة عندما يربح يهدأ، عندما يخسر يصبح غاضبا أكثر. صحيح. أعتقد ربما الآن أنه سيكون نوعا ما أهدأ ربما، ويقول بأننا واثقون سنحقق النصر، ولكن لا أعتقد وآمل بأن لا يقول انتصر حتى فعلا يتم إعلان النتيجة. تتوقع أن يعيد غلطة 2020؟ هذه المرة لن تكون غلطة، الأرقام مختلفة جدا عن 2020. أرقام مختلفة، نتحدث 2020 عن 10,000 صوت و5,000 صوت، اليوم نتحدث عن مئات الآلاف. الآن تم الإعلان أن الجمهوريين فازوا بمجلس الشيوخ. استعادوا إذن مجلس الشيوخ. مجلس النواب يبدو بحسب المؤشرات قد يذهب للديمقراطيين. الرئاسة ما زلنا لا نعرف، أنت ما زلت تتوقع أن النواب يعني إعلان فوز؟ وأيضا لا نعرف ماذا حصل، يعني غير متوقع، لكن احتمال أن هارس تسلط بترامب ولم يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن. لا نعرف. هذه توقعاتك طبعا. توقعات، لكن يعني الأرقام هنا مختلفة جدا عن 2020، تشابه أكثر 2016. صحيح. هذه نقطة مهمة. سنفتح معكم الآن، ما زال لدينا 45 دقيقة في هذه التغطية بدأتم بالحديث عنها في الحقيقة. الملف الخارجي، السياسة الخارجية تلعب دور ليست حاسمة. ما العوامل، ما الأحداث التي لعبت دور في هذه الانتخابات لصالح من؟ الحرب. دائما عندما يكون هناك حرب، الكثير من الرؤساء الأمريكيين خسروا مقاعدهم عندما كان هناك حروب. حتى جورج بوش في غزو، عندما صدام حسين غزا الكويت، رغم أن كانت حرب ناجحة جدا بكافة المعايير العسكرية والحقوقية والدولية، ولكنه خسر الانتخابات بعدها. الكثير من الأمريكيين عندما يكون هناك حرب جديدة ضمن الولاية، وهذا برأيي على فكرة يعني إذا ما نظرنا من بعيد أمر جيد. لا، الأمريكيون بالمناسبة لا يحبون كلمة الحرب. فعلا دائما يصوتوا ضد عندما تحصل الحروب ضمن ولاية معينة، يصوتوا. ولكن خيارهم كان محدودا، يعني لم يكن مثل فيتنام أو مثل أفغانستان يعني أو مثل العراق، هو مجرد حماية لإسرائيل ووجود قطع بحرية في البحر و... يعني أو روسيا. الحرب ولكن فكرة الدعم، يعني الدعم لأوكرانيا. المواطن الأمريكي ليس لديه توجه معين نحو الحرب أو السلم، كما لديهم توجه واضح جدا تجاه النصر. المواطن الأمريكي يحب الفوز. كيف سينتصر في الحرب الروسية الأوكرانية؟ يعني هو طرف منها، هو طرف من الحرب الأوكرانية، هو يدعم طرف الأوكراني بصراحة. الأمريكيون مختاضون من كل الأموال التي تذهب تماما. وهنا الشيطان يأتي في التفاصيل. عندما تأتي الولايات المتحدة تصرف مئات المليارات من الدولارات وتقدمها للشعب الأوكراني والجيش الأوكراني، ثم تقول لهم لا تضربوا العمق الروسي، مع أن الجميع أجمع أن العمق الروسي هو مصدر الذخيرة، مصدر الصواريخ، مصدر الطائرات، ويحتاج الجيش الأوكراني إلى الدخول إلى الأراضي الروسية. أتى بايدن وقال لا نريد التصعيد. أي تصعيد لا يريده؟ هناك حرب. لا. هناك نقاط أهم. النقطة الأهم هي غزة. في غزة رأى المواطن الأمريكي أن الرئيس بايدن يضغط بشكل مستمر بدون انقطاع على نتنياهو إعلاميا على الأقل، وأيضا في الاجتماعات المغلقة. وسأله السؤال بايدن، أين هو الضغط على دول تستطيع الضغط على حماس للوصول إلى وقف إطلاق النار؟ لا، أرى أن الضغط كان مختلفا أيضا. نسيت ما حصل مثلا في الجامعات الأمريكية، في كولومبيا، في UCLA، الضغط الشعبي، المظاهرات، الرأي العام. بلى الرأي العام على هذه الإدارة التي سمحت لنتنياهو بالتمادي بحسب رأيهم في هذه الحرب، ويرون الآن هذا الجيل يرى كل شيء على الإنترنت، وبالتالي أيضا الضغط جهة من الجهتين، الضغط من أجل فشل على الطرفين، لكن فشل على الطرفين. لم يستطع إيقاف نتنياهو ولم يستطع تقديم دعم غزة دعم على الأقل الإنساني، لم يستطع دعم غزة ولم يستطع دعم إسرائيل سياسيا على الأقل. سعودي ستار، على الرغم من أنه
يعني كما يقال في استطلاعات الرأي أن الملف الخارجي لم يكن صحيح. له اعتبار كبير، لكني أتصور أنه كان له تأثير على الأقل نفسيا على قطاع كبير، حتى على قطاع الشباب الذين يستخدمون السوشيال ميديا بكثافة ويرون الصور. هؤلاء تأثروا، ربما لم يكن هذا العامل الوحيد، لكنه ساهم بشكل أو بآخر في عقاب، يعني تصويت عقابي ضد بايدن الذي لم يفعل ما كان يجب أن يفعله. وأيضا هذا أثر بالتأكيد على الأصوات المسلمين وأصوات حتى اليهود، حتى اليهود منقسمين، ليسوا كلهم مؤيدون لما فعله نتنياهو، وكانوا يريدون أيضا من إدارة بايدن أن تفعل شيئا أفضل، وليس بالضرورة أن يكون داعما. هناك طبعا من يريدون ذلك، لكن بطبيعة أنه يعني غالبية اليهود ليبراليون، هم يعتبرون أنفسهم كذلك ويريدون أيضا أن يمارس إدارة بايدن نوع من وضع المكابح على سلوك نتنياهو. أستاذ دكتور إبراهيم، كان ترامب يقول أريد السلام، لم يبدأ أي حرب، جاء بايدن في بداية دورته الرئاسية سحب الجيش من أفغانستان، لم تكن عملية جيدة أثناء الانسحاب، ولكن قلنا هاي لن نوجد حروب أخرى، وبنا نبدأ بحرب روسيا الأوكرانية ثم حرب غزة في هذه السنة الأخيرة. سؤالي هنا، هل كان من الممكن تفادي هذه الحروب؟ لا أعتقد أنه كان من الممكن تفاديها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة لم تبدأ أي من هذه الحربين، هي لم تبدأ الحرب في غزة ولم تبدأ الحرب في أوكرانيا. على الأقل أوكرانيا لم تعمل بجهد في دبلوماسيتها النشطة لتفاديها. يعني يمكن دائما أيضا طرح السؤال، ما الذي كان من الممكن أن يتم فعله لمن أجل تفادي هذه الحرب؟ أعتقد بأن بموضوع التدخل أو الضرب العمق الروسي هناك أيضا الكثير من المحاذير، وهناك دائما بحاجة لأن يكون هناك سلم التصعيد، لأن ما يزال الكثير من الأوراق بحوزة بوتين. إذا ما قامت الولايات المتحدة بالتصعيد، إذا ما صعد بوتين ربما تستمر أكثر. وأيضا أضيف بأن الجمهوريين عرقلوا بشكل كبير إرسال المساعدات لأوكرانيا. كيف يمكن لإدارة ديمقراطية أن توسع الحرب إذا ما كانت لا تتأكد من أنه سيكون هناك دعم في مجلس التشريع؟ ولكن أضيف إلى ذلك بأنني أنا مع حقيقة عندما يكون هناك أحداث كبيرة تاريخية يجب أن يدفع المسؤولين ثمنها، حتى وإن أدوا بشكل جيد، ولا أعتقد أنه أدى بشكل جيد، ولكن دائما هذا مرة أخرى توجه صحي بأن يقول بأنه لم يكن كافيا. نريد الأفضل، نريد أن نشرها شيئا آخر، ولكن برأيي أن الشيء الآخر ليس دونالد صديقي ترامب. نريد معلومة صحيحة. لدينا اثنين دكتور إبراهيم، لدينا اثنين يتختار هذا أو لا. نريد معلومة صحيحة للمشاهد. الجمهوريون لم يعرقلوا إيصال الأسلحة، طالبوا بخطة من إدارة بايدن قبل إرسال هذه الأسلحة، وهذا ما كان من شأنه لو كانت إدارة بايدن قادرة على تقديم خطة واضحة طلبها الجمهوريون لكانت الحرب قد انتهت الآن. أي حرب؟ لكن أوكرانيا الصوت المرتفع، يعني الصوت المرتفع كان معارضا للغاية. يعني الجمهوريين كانوا معارضين أصلا لفكرة الحرب في أوكرانيا وإنفاق هذه المليارات إليها، ويعني رأينا أنه تم تعطيل الصفقة لفترات طويلة جدا. ترى أنه كان من الممكن تفاديها هذه الحرب الروسية؟ أتحدث أعتقد إنه يعني الأمريكيون يعني تمكنوا من جعل الروس يسقطون في الفخ. الهدف لم يكن روسيا، وربما أمريكا هي التي سقطت في الفخ، لأن روسيا ما زالت قوية، ما زالت تتقدم حرب يعني كر وفر بينها وبين أوكرانيا، ولا يوجد أي حسم. كان لديهم ربما سوء تقدير، كان هدفهم هو الصين وليس روسيا، ولكن في النهاية هم يعني روسيا تاريخيا ليس من السهل هزيمتها، مساحتها واسعة، ومهما دخلت في الأراضي يمكن استعادة قوتها والهجوم المضاد، وهو ما يحصل. لم يكن هناك فخ بالأساس، كان هناك إدارة روسية، كرملين روسي استشعر ضعف أمريكي وقال هذه الفرصة المناسبة للهجوم على أوكرانيا، كما فعل في 2009 تحت أوباما عندما أخذ جزيرة القرم. فهذا هو نتيجة الضعف، نتيجة عدم استطاعة إظهار القوة. نعم، هل هناك تغير في النتائج الآن؟ لا تغير في النتائج النهائية، ولكن كافة المقارنات
مع أداء بين أداء هاريس اليوم وأداء بايدن في عام 2020 أداءها أسوأ بكثير في بنسلفانيا. أعتقد بأنها ستكون لترامب. نرى صورة فيها فرحة كبيرة لترامب. ينتظر بنسلفانيا. أظن أن ينتظر بنسلفانيا حتى يظهر هناك. هناك بعض الصور نرى فيها فرحة من أنصار ترامب. لا أعرف هل هناك تحمس أكثر من اللازم أم وصلتهم أخبار. تعرفين من هو الأكثر سعادة الآن؟ إيلون ماسك. وحازم. حازم ماسك. تعرف إيلون ماسك في بودكاست يوم أمس قال لو فازت كامالا هاريس سيتم إغلاق منصة إكس يعني تويتر سابقا. هل هناك مبالغة في الموضوع؟ أكيد لا تصور إنه الديمقراطيين كانوا سيغلقوا منصة. حتى قالوا أنه سيتم ترحيله, ربما سحب الجنسية منه وترحيله, لأنه هو نفسه كان يقول أنا لا أفكر في خسارة ترامب لأنه ستكون كارثة. لكن يعني عجيب ما نسمع في الحملات الانتخابية والموسم الانتخابي. بعض الناس تريد الذهاب إلى كندا والعيش في كندا, بعض الناس تقول الديمقراطية انتهت, بعض الناس العالم انتهى. كانوا العالم انتهى بحسب فوكس نيوز الآن 267 صوت المندوبين المجمع الانتخابي لصالح ترامب و267 وهارس 216. يعني أن لأنه حسم له يبدو يعني هذه فوكس نيوز طبعا وحسب خارطتها التفاعلية أسوشيتد بريس. أسوشيتد بريس فقط أنا انتظار. أقول طبعا أسوشيتد بريس هي التي نعتمدها, بس الأرقام تتجه CNN تقول ربما يربحها جميعا الولايات المتأرجحة. فهذه يعني ربما اللي توقعت به أنه موجة حمراء في بداية هذه التغطية. بالنسبة للCNN 246 لترامب و 187 لهارس. ما زالت كاليفورنيا أظن لم تنضم إلى, أعتقد انضمت. انضمت كاليفورنيا من البداية مع إغلاق أبواب مراكز الاقتراع. ذهبت كاليفورنيا إلى كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن. أظن الأرقام الولاية. صارت الفرق صار بعيدا الآن كبيرا بين الاثنين. إذا ما توجهنا نحو هذا الموضوع وأنه هذا الفرق الكبير ليس فقط مثل استطلاعات الرأي الذي كان في هامش الخطأ ب2% ونقطتين فقط, ما الذي فعلا ماذا حصل؟ أعتقد أن السؤال هنا يمكن استنباطه من التصويت الشعبي. يعني حتى الآن وفقا لنيويورك تايمز أنه ترامب متقدم في التصويت الشعبي, وهذه ستكون مفاجأة. صح. لماذا؟ لأنه الجمهوريين لم يكسبوا التصويت الشعبي منذ جورج بوش. صح. الابن. صح. في 2004. صح. وفي خضم الحرب على العراق دائما يفوزون في المجمع الانتخابي ويخسرون في التصويت الشعبي. صحيح. يعني وهذا سيعكس أنه هناك بالفعل تحول هنا. يعني يمكن القول هنا إذا حدث ذلك. نعم. أنه هناك فعلا موجة حمراء, وأنه يعني الديمقراطيون فشلوا فشلا ذريعا, وأنهم يعني عليهم أن يعيدوا التفكير في استراتيجياتهم وطريقتهم. طيب عندما يكون الرئاسة للجمهوريين هل يتبع أيضا مجلس النواب بطريقة أو بأخرى تقليديا أو ممكن يكون الموضوع يختلف من إدارة إلى أخرى؟ أعتقد أنه إذا يعني حصلت جمهوريون على البيت الأبيض, مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضا, الطريق مفتوح بشكل كامل, أبواب كلها مفتوحة لترامب ليفعل ما يريد. سأعود بما أنه الأبواب كلها مفتوحة, حتى لو رئاسة ترامب مع مجلس الشيوخ فقط وليس مجلس النواب, المحكمة العليا, المحكمة الدستورية, على الأغلب سيكون لديه الفرصة بأن يعين قاضي أو اثنين. طبعا حسب كيف تتجه الأمور وحسب إذا ما قبلوا بأن يذهبوا إلى التقاعد يسمحوا له بأن يعين. وكثيرا ما تحصل مثل هذه النقاشات عندما مدى الحياة القاضي المحكمة العليا مدى الحياة. ولكن بالعادة عندما تكون مثلا الإدارة جمهورية وقاضي أو قاضية محافظين متقدمين في السن يحاولون يشجعوهم على أن يتقاعدوا ليعينوا من هم أصغر في العمر. روث غينزبرغ توفيت في 2016 قبل الانتخابات بقليل. لاحظي, وأنا في الحقيقة أحترم قرارها حينها, لأن الرئيس أوباما طلب منها أن تتنحى. قالت له مش إغلاق,
قالت له هذا 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 المكان أصرت على موضوع أن يكون هناك استقلال تام للقضاء، وبذلك خسرت مقعدها لشخص معاكس لها بشكل 100%، ولكن كان أهم لها موضوع فصل السلطات من موضوع التحزب، وأنا أحترم ذلك جدا. ولكنها ساهمت في أن ترامب عين في فترته بعد أن توفيت ثلاثة من النواب من القضاة، وهذا يعني شيء يعني يجب تعامل مع الديمقراطية بذكاء. لن تتعامل هنا فصل السلطات، هنا فصل السلطات عليه قامت الدولة الأمريكية. طبعا يبدو أنه فعلا فعلا قريبا سيخرج ترامب على أنصاره، صور لأنصار ترامب متحمسين فرحين جدا. أنا أعتقد أنه انتشرت الكلمة وانتشرت المعلومة أنهم يتجهون نحو إعلان ترامب كفوز الليلة، ربما الليلة يكون متحمسا. لا أعرف من الدائرة القريبة من مستشاريه. هذا إذن صور من مجمع ترامب، طبعا هذا مجمع في مارالاغو في فلوريدا، في فلوريدا بالتحديد، لأنه هنا كمالا هاريس قريبة منها من هاورد. من الدائرة القريبة الآن بالنسبة للمستشارين لترامب؟ لأنه يبدو أن ابنته وزوجها إيفانكا و كوشنر ليسوا قريبين مثل ما كانوا، ليسوا في الصورة مثل ما كانوا المرة اللي فاتت. من الآن؟ ابنه وزوجته لارا. زوجته لارا هي أيضا تسيطر الآن على الحزب الجمهوري أو على قيادة الجمهوري. رئيس مشارك هي. رئيس مشارك. يعني هي سيطرة فاميلي، يعني موضوع صار عائلي الآن في الحزب الجمهوري. هذا دليل دكتاتوريته. ليس بالضرورة طبعا، أو ظلته للرئاسة، هي لم تنتخب، هو الذي دفع بذلك. كان هناك يعني اهتمام طبعا، الرئيس المرشح هو والرئيس الجالس هو عمليا رئيس الحزب، فهناك كان ضرورة أيضا هنا لأن تكون لارا موجودة لتحويل قدرات الحزب الجمهوري لحملة ترامب. نعم. بسبب أنه مثير للجدل، لكن لا أعتقد أن هناك ديكتاتورية في الحزب الجمهوري أو الولايات المتحدة. أعتقد أن في هذه المرحلة سيضطر ترامب للذهاب وإيجاد أشخاص، وهنا السؤال الأكبر، بروجكت 2025 هل يتبناها ترامب كما اتهم؟ أو قال الديمقراطيون، ذكرنا ببروجكت 2025 باختصار. أكبر نقد على تهكير للعملية السياسية، لأن بالعادة الرئيس يأتي بمجموعة من المستشارين، ترامب ليس لديه هذه المجموعة جاهزة، فمجموعة من خزانة الفكر والجمعيات اليمينية أتت وقالت سنساعدك بإيجاد مجموع الموظف الجيد الذي يتفق مع فكرنا وفكرك. لكن هؤلاء الذين وضعوا هذا المشروع هم فريق عمل مع ترامب من قبل، ومن المرجح أن يأتي بهم لإدارة إدارته القادمة، وبالتالي على الأرجح سيطبق معظمها، ربما يتجنب بعض الأشياء الحساسة، لكنه على الأرجح سيعمل على تنفيذها. مركز لمتابعة بيانات الانتخابات يرجح فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية على ضوء هذه التقارير القادمة المرجحة، وأسوقها بكل حذر فوز ترامب. أتوجه إلى باريس إلى دكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور خطار. على ضوء هذه النتائج الأولية لفوز ترامب، كيف تتابع أوروبا، كيف يتابع الناتو هذه الانتخابات؟ يعني فعلها ترامب مرة ثانية وكذب التوقعات واستطلاعات الرأي، وحتى مع أن هذا السباق كان يبدو دقيقا وربما الأكثر تقاربا وحدة في التاريخ الانتخابي الأمريكي، لكن إذا استمر الوضع على ما هو في بنسلفانيا وأتت نتيجة ميشيغان ملائمة، يعني أصبحت الطريق شبه مضمونة ليعود السيد ترامب إلى البيت الأبيض. في أوروبا بالطبع ليس له الكثير من الأنصار، من كان ينتظره صديقه الذي ساهم في حملته الانتخابية فيكتور أوربان الذي هو رئيس هنغاريا المجر، لكن هذا لا يعني أن باقي الاتحاد الأوروبي لن يتأقلم، وعلى العكس أرى
شخصيا أن ذلك سيشكل فرصة لكي تنهض أوروبا ولكي تتحمل مسؤولياتها في اللعبة الدولية وألا تبقى منكشفة. أما بالنسبة لحلف الشمال الأطلسي فهو مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. في الماضي هو تكلم كثيرا في الولاية الأولى ضد الأطلسي وضد الاتحاد الأوروبي، لكن الآن ومع حرب أوكرانيا مع كل الصراع العالمي المحتدم حاليا تغيرت لهجته، ولا يمكن يعني أصلا ليس عنده حرية التحرك تماما. هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة، هناك توازن مع الكونغرس، وإن كان الحزب الجمهوري قد نال الآن مجلس الشيوخ ليس من الضرورة أن يكسب مجلس النواب، وحتى ضمن صحيح. الشيوخ الجمهوريين ليس بإمكانه التحرك بسهولة في كل المواضيع. إذن هناك قيود في اللعبة السياسية الأمريكية، ولذلك نعم. تبقى أوروبا تنظر إلى الولايات المتحدة بمثابة الحليف الرئيسي. اسمح لي، لأنه كنت سألت الكثير من الخبراء هنا على موضوع الناتو بالتحديد، وقيل لي بالحرف هي أفضل فترة للعلاقة الأمريكية الأوروبية في موضوع الناتو كانت مع هذه الإدارة، إدارة بايدن وهاريس. إذا ما جاء ترامب هذا قد يهدد وجود الناتو من أصله كله، هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا أتفق مع هذا الرأي، وأعتقد مع الاحترام لكل آراء الخبراء وربما بعضهم يمكن أن يكون لهم يعني أداء كبير وخبرة، ولكن هناك وقائع الآن يعني حتى بالنسبة لإنهاء حرب أوكرانيا سريعا هذا يتوقف على ردة الفعل الروسية وكيف ستتعامل مع الموضوع، وأيضا إذا كان هناك كما قلت قدرة عند الأوروبيين على تحمل مسؤولياتهم. وأظن أن المفيد كان ليس إدارة بايدن بحد ذاتها، كان هناك تحدي في مسألة روسيا، والولايات المتحدة قامت بتغليب مصالحها لناحية إبعاد روسيا اقتصاديا عن الاتحاد الأوروبي، عن ألمانيا بالذات وعن دول أخرى في موضوع الطاقة. هذه مسألة إذن ضمن الاستراتيجية الأمريكية، الأشخاص يتغيرون لكن الاستراتيجية الأمريكية الأساسية في بقاء الولايات المتحدة قوة عظمى وحيدة في العالم لم تتغير. في موضوع روسيا بالتحديد هناك علاقة كبيرة جدا بين ترامب وبين بوتين، هذه الديناميكية في العلاقة إذا ما فاز ترامب كيف ستنعكس على الحرب الروسية الأوكرانية؟ يعني ليس هناك صداقات في عالم السياسة بالمعنى النهائي والحاسم. ترامب رجل صفقات، وبوتين بالرغم من اندفاعاته أحيانا رجل براغماتي، ولذلك هما يلتقيان. لكن هذا لا يعني أن إن كان بوتين أو إن كان ترامب سيضحيان بالمصلحة العليا وبأولويات بلادهما. أظن أن اتجاه أن حرب أوكرانيا ولو أتت حتى السيدة هاريس لن تستمر على هذا الزخم، لقد يعني نفذت الأهداف واتضح للأوروبيين والأمريكيين، اتضح لحلف الشمال الأطلسي أنه من الصعب لي ذراع روسيا ولا بد من إيجاد ترتيبات معها. يمكن ألا يكون ذلك في منح روسيا؟ اكتشفوا هذا؟ نعم 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 اكتشفوا هذا متأخرا، نعم، ونتيجة سوء التقدير الاستراتيجي من قبل إدارة بايدن. الآن برأيي لن يسمح للسيد بوتين بتحقيق نصر حاسم أو إنجاز كبير، لكن سيسمح بشكل أو بآخر بشكل اضطراري لتجميد النزاع في أوكرانيا في المرحلة الأولى على خطوط النزاع الحالية، وبعد ذلك سيكون هناك مفاوضات ومساومات. ماذا عن علاقة مع الاتحاد الأوروبي وليس الناتو الآن في كل المجالات، إما بالتبادل التجاري أو العلاقات حول أيضا الشركات التكنولوجية الكبيرة التي تجد الكثير من العراقيل في والكثير من القوانين أيضا في أوروبا، كيف ستكون العلاقة في هذا الموضوع بالتحديد؟ يعني أوروبا حتى اللحظة قطب اقتصادي قوي ربما من أهم الأقطاب في العالم،
قادرة على الدفاع عن نفسها في هذا الموضوع، ولكنها ليست القطب الجيوسياسي، وهذه نقطة ضعفها الكبيرة. في موضوع العلاقة مع إدارة ترامب، بانتظار كيف ستتشكل هذه الإدارة وتبدأ إذا وصل ترامب بشكل نهائي، سيستغرق الأمر ليس فقط 20 يناير بل أواسط فبراير من العام القادم. هناك وقت لكي تتجهز المفوضية الأوروبية والجانب الأوروبي للتعامل مع ذلك، وأعتقد سيكون هناك في المسائل التجارية والاقتصادية كما تكلمت موضوع اختبار قوة بين الفريقين، إلا أن وجوب الدفاع عن المعسكر الغربي بوجه التوسع الصيني والقدرات الصينية، خاصة في مجال الثورة الرقمية، يعني في مجال صناعة الموصلات، أشباه الموصلات، كل ما له صلة بالبضائع بالرقائق الإلكترونية، كما أن واشنطن فرضت قيود كبيرة، أيضا أوروبا فرضت قيود وبدأت حملة لتأمين الاستقلالية. إذن هناك تقاطع مصالح كبير، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك في بعض الأحيان تضارب مصالح واختبارات قوة كما قلت، وحتى بعض المرات تباعد بين الطرفين. بين ترامب والاتحاد الأوروبي والناتو هناك نقاط اختلاف ربما أكثر حتى من القواسم المشتركة. هل تتوقع أن ترامب is bad news، يعني خبر سيء بالنسبة لأوروبا بصراحة دكتور خطار؟ أعتقد حسب الاتجاه الإيديولوجي في أوروبا عند اليسار الأوروبي أو عند الليبراليين الأوروبيين، منظومة القيم الجديدة إلى ما هنالك، بعض الحركات النسائية في أوروبا، أظن نعم بالنسبة لجمهور أوروبي، لكن أوروبا منقسمة، يعني بالنسبة لجمهور أوروبي معين، نصف هذا الجمهور، نصف هؤلاء القادة، هم سيعتبرون ذلك خبرا سيئا، هم يفضلون استمرار الحزب الديمقراطي. لكن المسألة ليست مسألة أهواء كما قلت، المسألة هي مسألة وقائع ومسألة موازين قوى ومصالح عليا عند الطرفين، ولذلك هناك اضطرار للتأقلم مع أي رئيس يأتي أو رئيسة إلى البيت الأبيض. سؤالي الأخير لك دكتور خطار، هل تتوقع أن يتفقوا في موضوع مواجهة قوة كبيرة قادمة كاسحة هي الصين؟ بالطبع لن يتفقوا تماما. السيد ترامب قال أنه سيرفع الرسوم الجمركية، هو سيعاقب الصين أكثر، والصين يمكن أن تحاول أن تجد اختراقات أوروبية، لكن الصين فشلت منذ فترة في الاختراق الإيطالي، حتى علاقتها مع ألمانيا التي كانت قوية جدا إبان مرحلة ميركل الآن لا تزال قوية مع فرنسا وألمانيا، ولكن بحدود معينة. هذا يتوقف أيضا على سلوك الصين التجاري والسياسي، وقدرة الصين أن تكون لاعبا دوليا قادرا على، إذا ذهبت الصين بعيدا في التنسيق الاستراتيجي مع روسيا، مع كوريا الشمالية، مع دول أخرى، سيكون من الصعب على الأوروبيين أن يكون عندهم هامش استقلالية. إذن الموضوع هو يتعلق بعدة عوامل وليس شخص فقط، ليست شخصية ترامب لوحدها لن تكون محور العالم. بدكتور خطار، لا أسمع دكتور خطار، شكرا. سأتحول سأعود إليكم الآن. تحدثنا مع دكتور خطار من باريس حول طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، وحول الصين أيضا وديناميكية هذه العلاقة مع ترامب. أود أن أطرح عليكم سؤال، هل هناك جديد أيضا؟ لا جديد بالنسبة لمستوى الولايات، ولكن مرة أخرى الأرقام تزداد تحميرارا. ميشيغان، رأيت وأنا أحاور أن ميشيغان يبدو أنها في آخر عملية الفرز وهي لصالح ترامب. 70% وصل 70% بكل حماس، 70% إلى حد الآن تعطيني الأخبار. يا سلام، شكرا. يا سلام. لكن أتمنى فرصة للتعليق هنا على موضوع الناتو. هناك سوء فهم كبير لما فعله ترامب وما قاله ترامب حول الناتو.
كان هناك اتفاق واضح وموقع من جميع دول ناتو برفع مستوى الانفاق العسكري الى 2% على الاقل في جميع هذه الدول المنخرطه او العضوه في حزب الناتو. هذا قبل ترامب على فكره. صح. اتى ترامب وطالب بتنفيذ هذا الاتفاق. اتهم انه سيدمر الناتو. لا ما هو يطالب هو لم يتهم، هو قال سانسحب وربما ان نغلق ولماذا لا نحتاج هذا الناتو لا نريد ان لا هو بالضغط لكن للضغط على هذه الدول التي لا تنفذ وعودها. ولكن وهنا عفوا لكن الناتو هي اداه ردع مهمه جدا لا يمكن ان تضعفها من خلال الكلام من اجل قليل من المال. لكن هناك اهميه اكبر لان عدم الانفاق هو موضوع يسمى كوميليتيف او تراكمي، يعني اذا لم تنفق الدوله 2% هذا العام والعام اللي بعده لم تنفق 2% في العام الثالث الكسر في مجال الجيش يصبح أكبر بكثير لأنه هناك ريسيرش، هناك بحوث، هناك أسلحة جديدة لم يتم إنتاجها وتأتي أزمة كأوكرانيا ولا جاهزية. الناتو بالتحديد هي الطريقة لأن هذا حليفك. صحيح. وهذا درعك وهذا من هو يحميك هناك ولا يدفع ولا يدفع ولا يقوم بتنفيذ وعوده. أنا قلت دعم هذا صحيح ولكن الطريقة الإخراج يضعف حليفك. دكتور تحدثنا أيضا عن الصين، الصين مهمة جدا، الصين في علاقتها هل كيف يعني تتابع وتتلقف الصين الآن أخبار أن ترامب سيعود إلى البيت الأبيض في ولاية أعتقد أن الصين حذرة سواء ربحت هاريس أم ربح ترامب لأن موضوع والحزبين أقرب لبعضهما البعض في التعامل مع الصين من تعاملهم مع روسيا، ولكن طبعا هناك بعد اقتصادي موضوع التعرفة كيف سينعكس ذلك أيضا على الأسعار وعلى الاقتصاد الأمريكي، كل ذلك سيؤثر أيضا على موقف الناخبين في السنوات القادمة. ولكن الصين تنظر إلى الولايات المتحدة، تهتم بمقدار قدرة الولايات المتحدة أو الحكومة الأمريكية على تمرير التشريعات، على تحديث السياسات، على العمل بفعالية وكفاءة. الانقسام الأمريكي لا يساعد على الإطلاق أيضا علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها لأن في الميزان العسكري ليس فقط الجيش الأمريكي ضد الجيش الصيني ولكن الجيش الأمريكي ضمن منظومة من التحالفات من ضمنها الناتو، ولكن طبعا ليس الناتو فقط، كل ذلك يهم الصين. وأيضا تريد بالتأكيد أن ترى إذا ما كان هناك مجالات للتعاون، ولكن مرة أخرى هذه المجالات ضاقت في عهد ترامب وأيضا في عهد بايدن لأن هذا التوجه أكثر استراتيجي عابر للحزبين. يعني أعتقد أن أوروبا ستظل مرعوبة من الرئيس دونالد ترامب لأنه بالفعل هو قال أنه لن يحمي أي دولة لن تدفع 2% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي. ولا ننسى أنه خلال الفترة الماضية بعد غزو أوكرانيا روسيا لأوكرانيا الولايات المتحدة كثفت تواجدها في أوروبا بشكل كبير. صح. جدا وعادته إلى ما كان عليه في الماضي أيام الحرب الباردة. السؤال هو ما الذي سيفعله ترامب؟ هل سيعيد هذه القوات مرة أخرى توزيعها باتجاه الصين أم لا؟ هناك قوات في بولندا وفي ليتوانيا وفي لاتفيا وهذا مشكلة كبيرة ورومانيا أيضا. سأعود إليك ولكن الآن من الحزب الديمقراطي انضم إلي دكتور دافيد ترتوفي المستشار السابق وزارة الخارجية الأمريكية. دكتور دافيد هل ما زلت متفائلا؟ أنا هنا إلى جانب مقر الديمقراطيين في نادي الديمقراطي الوطني. نتائج هنالك مراقبة لنتائج، هناك كثيرة من التوتر والقلق ونتائج تردنا ولكن لا شيء حاسم حتى هذه اللحظة. بعض الولايات ذهبت لصالح ترامب وأخرى لهاريس ولكن الولايات المتأرجحة المهمة التي تشكل الفارق في هذه الانتخابات لم تعلن نتائجها بعد. وإذا ما نظرنا إلى الأصوات لم ترد النتائج بعد تحدد من الفائز في هذه الولايات المتأرجحة. إذن نحن في نتائج وشيكة وقريبة جدا ويبدو أن المشاركة كانت عالية، ستكون مشاركة قياسية للانتخابات الرئاسية، أي أن عدد الناخبين سواء في وقت مبكر أو بالبريد أو ذهبوا إلى المراكز
اليوم للاداء باصواتهم. هذا لان الانتخابات جذبت انتباها كبيرا وتحدثوا عنها وقالوا انها ضروريه ومهمه الى الجانبين، وكل جانب يدعي ان هذه اهم انتخابات في حياتنا. يبدو ان هذا جذب الناخبين، ولهذا السبب فنسبة المشاركه عاليه. ولكن في هذه المرحله لا توجد اي مؤشرات عمن يقود، ولا يمكن ان نعرف من سيكون الفائز في النهايه. كما اود ان اشير الى بعض الولايات المتارجحه التي ستشكل الفارق في الانتخابات، فربما لا ينتهون من حساب الاصوات حتى الجمعه او السبت. فاذا ما بقيت النتائج قريبه طوال الليل وحتى الصباح، فربما لن يكون هنالك قرار حتى نهايه الاسبوع. مجلس النواب والشيوخ بدأ تردنا، كانت النتائج ستكون صعبة للديمقراطيين للمحافظة على مجلس الشيوخ. وأقول بأنه يبدو بأن بعض النتائج التي وصلت يبدو بأن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس الشيوخ. لم أشهد ما يكفي من النتائج من السباق مجلس النواب ليتعرف إذا ما كان الديمقراطيين سيسيطرون عليه، ولكن متوقع أن يفوز الديمقراطيون على مجلس النواب بينما يفوز الجمهوريون على مجلس الشيوخ. شكرا جزيلا لك دكتور ديفيد ترتوفي، مستشار سابق وزارة الخارجية الأمريكية من الحزب الديمقراطي. دكتور ديفيد ما زال متفائلا يقول لن يكون هناك يعني نتيجة نهائية أو فوز لمرشح إلى أن نصل إلى النتيجة الرسمية. إذا ما زال متفائلا، في حين نرى أن هناك الأنصار ترامب يتجهزون لظهوره على المسرح. وأنا نعرف عندما يظهر ترامب على المسرح ماذا يفعل، يكون متحمسا جدا، ولا يوجد خطاب، لا يوجد تليبرومتر، لا يوجد شيء مكتوب. طبعا ديفيد صديق عزيز وهو من النوع المتفائل دوما، احيانا زيادة عن اللزوم. لكن اريد العودة الى موضوع الصين، لان يعني اختلف مع دكتور ابراهيم على موضوع ان هناك تشابه بين إدارة ترامب وإدارة بايدن في موضوع الصين. من جهة هناك مشكلة في القوانين الجمركية. أظن أنه هناك صور أنه 277 صوت بحسب نعم يبدو أنه تم اختيار أنه ترامب هو الفاكس. فوكس نيوز أعلنت الآن أن ترامب هو الفائز هو الفائز في الانتخابات بحسب فوكس نيوز ب 277 صوت من المجمع الانتخابي. هذا بالنسبة، استمع إلى صياح بعض الأنصار لترامب هنا. إذن هذا بالنسبة لفوكس نيوز، ولكن هذا ليس نهائي، ليس كذلك. يعني إذا فوكس نيوز أعلنت البروجكشن توقعاتها، طبعا أتوقع أن فوكس نيوز توقعت أن الفوز سيكون من نصيب ترامب ب 277 أرقام بنسلفانيا. أعتقد أن هذا ما أرقام بنسلفانيا الاتجاه واضح، ولكن دائما يعني من أجل الالتزام بالقواعد. هذا اي بي هي لايك اسوشيتد بريس، ينتظر الكثير من الصحفيين ذلك حتى فعلا هم موجودون هنا، موجودون هنا وما زالوا ينتظرون. ولا خبر، لا يريدون الإعلان طبعا، هم حاضرين جدا جدا برغم وأنا أحترم هذا الحذر. نعم. لأنه ربما الآن أصبحت واضحة. نوفر مثير الاهتمام أن كنت في مبنى أسوسيت بريس اليوم، هناك حرس يعني حرس خاص طبعاً على جميع الطوابق لحماية هذه النتيجة. أعتقد أيضا موضوع ثاني بالنسبة لأسوسيت بريس، كان هي مهمة، لديها مراقبين وصحفيين في كل مراكز هي معنية في إعلان النتيجة رسميا للإعلام. للإعلام بريس. حتى وسائل الإعلام الكبرى تعتمد في جزء كبير عليهم. هم معنا الآن، ليس هناك أي إعلان رسمي إلى هذه اللحظة، صح؟ ليس هناك أي إعلان رسمي، تعتمد فقط ما قالته فوكس نيوز. هي فقط توقعات وليست نتيجة نهائية. 277 صوت من المجمع الانتخابي لصالح ترامب حتى الآن. وأسمح صراخ حتى الآن. سيرتفع هذا ربما يكون تمهيدا لأن ترامب يخرج ويقول انا علاقته مباشره مع فوكس نيوز. دعيني اعود الى موضوع الصين لانه هام جدا. القوانين اهم من اعلان الرئيس. نعم، لان الصين ستكون عنوان عريض في الرئاسه القادمه.
طبعا القوانين الجمركية تتعلق بين التبادل التجاري بين الصين وأمريكا أغلبها عمرها من عمر الاتحاد السوفيتي واستعملت للضغط على أو استمالة الصين بعيدا عن الحزب الشيوعي والاتحاد السوفيتي من جهة. من جهة أخرى لنذكر أن بايدن أتى إلى البيت الأبيض ينفث نارا ويقول أنا سأحارب الصين وسأفعل ولم يفعل شيء. هذه المرة هي وعود انتخابية أقوى من المرة الماضية بكثير. لكن ترامب لديه خطة واضحة، رفع الجمرك التعرفة الجمركية على جميع المنتجات الغير مصنعة في الولايات المتحدة، وهذا سيؤثر على الأسعار، لكن سيكون تم خفض الضرائب وسيكون هذا الموضوع عليه تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية كلها وإمدادات وسلسلة الإمدادات والتوجه الحماية. زميلنا ناصر أبو الدياب متواجد معنا، أكيد سمعت أن فوكس نيوز أعلنت ترامب رئيسا، أنت موجود في الأسوشيتد بريس معنا هنا، الأسوشيتد بريس لا يريدون القول لنا النتيجة النهائية التي توصلوا لها، ماذا تقول لنا ناصر؟ صحيح، يعني كما ذكرتم قد تكون فوكس نيوز قد أعلنت فوز ترامب، لكن حسب الأرقام سواء في الـ AP الأسوشيتد بريس وحتى قناة CNN محطة CNN الأخبارية حتى الآن لم تعلن الفوز، ولكن من نتائج الأسوشيتد بريس نرى أن الفجوة تتسع في الأرقام التي تصلنا من الولايات الحاسمة وتحديدا من بنسلفانيا. الآن وصل فرز الأصوات إلى 94% من أصوات المقترعين، ترامب يتقدم ب 51% مقابل كامالا هاريس 48. الفجوة أيضا تتسع في ويسكونسن، 89% من أصوات الناخبين تم فرزها، ترامب يتقدم ب 51.4 مقابل 47.2. ميشيغان ما زالت متخلفة في فرز الأصوات، ما زلنا عند 67% من فرز هذه الأصوات، ولكن أيضا ترامب يتقدم بنسبة 52% على هاريس التي حصلت حتى الآن على 46%. إذا ذهبنا لأريزونا، أريزونا أيضا يتقدم فيها ترامب ب 50% مقابل 50.1 مقابل 49.1، والأصوات التي تم فرزها 51%. يعني هناك توجه لإعلان، قد يكون إعلان فوز ترامب قريبا. الأمر يعتمد على نيل الأصوات اللازمة وهي 270 من أصوات المجمع الانتخابي. نحن بانتظار ظهور ترامب على أنصاره في مركز المؤتمرات في فلوريدا، لا نعلم إن كان سيلقي خطاب الفوز أم فقط يعني يظهر لتحية أنصاره. سريعا بالنسبة لسباق مجلس الشيوخ، ما زال عند 51 مقعد للجمهوريين و42 للديمقراطيين، وأما مجلس النواب 189 للجمهوريين و163 للديمقراطيين. أعود إليك نوفر. سيكون الرئيس الثاني في التاريخ الذي يفوز بولايتين ولكن ليس متتاليتين، هو الثاني في تاريخ أمريكا. كليفلاند كان الرئيس الثاني والعشرين والرابع والعشرين، صحيح، ولكن بالضبط بينهما رئيس ثاني وليس هو، سيكون الرئيس الثاني في التاريخ الذي يكون له نفس هذا الموضوع، والرئيس الأول في التاريخ المدان الرئيس الأول المدان بكثير من القضايا. لا هي قضية واحدة يا أستاذ طارق، لننبذ الماضي ونتجه نحو المستقبل ونتربط علاقة جيدة، نمد يدنا للديمقراطيين وكافة أفراد الشعب. طبعا لدينا تقريبا 5 دقائق على نهاية هذه التغطية معكم جميعا، أود أن أختمها يعني
فعلا تتجه سوق هذه حذا، ولكن تتجه أن ترامب هو الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الانتخابات 60، ويبدو أن نتجه أن الفارق يكون كبير. نعم أتوقع أنه الأسباب العوامل من وجهة نظرك عوامل الفوز، عوامل الفوز بالنسبة لك عوامل الخسارة؟ عوامل الخسارة أعتقد يعني أنا منذ البداية كنت متشكك في أنه هاريس يمكن أن تكسب للعوامل التي ذكرناها، يعني أعتقد أن الجندر كان عامل، أعتقد أنه حتى كونها يعني مختلطة الأعراق، ترامب استخدم هذا في التشكيك في أنها سوداء، وهذا جعل كثير من السود لا يصوتون إليها. أيضا من الأول هم متحرزين أنها she's not too black she's not that black، هي ليست صحيح سوداء بالكفاية بحسب نظرة وجزء خاص الأبان بالشخصية. لا صح. أعتقد أنه شخصيتها كانت يعني وإدارة بايدن بما يكفي إدارة يعني. بايدن أضرت بها، إدارة بايدن لا شك أنه هو برضو يعني هو استطاع ترامب أن ينجح في ربطها دائما ببايدن صح. وهذا كان يعني نقطة سلبية فعلا أقنعت كثير من الناس، بالإضافة إلى التضخم ده هذا العامل الأساسي بكل تأكيد، وعامل إضافي هو يتعلق بحرب غزة. الشعب الأمريكي يوظف رئيسه، لا ينتخب فقط، يوظف هذا الرئيس عندما نظر يعني بعد سي في يعني تماما إذا وعندما نظر إلى السيرة الذاتية لهاريس رأى أن هناك الكثير من الفشل هنا، لم يكن ما يكفي من النجاح خصوصا في سنواته الأخيرة في العمل، نظر إلى ترامب كشخص أنجح وقادر على يعني إدارة دفة البلاد في عواصف تعصف داخليا وخارجيا في الولايات المتحدة والعالم. أعتقد أن المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي اختار الموظف الأفضل اليوم. دكتور إبراهيم، استطلاعات الرأي كانت تقول إنهم قريبين جدا جدا، النتيجة اليوم تقول أنهم لم يكونوا بهذا القرب صحيح الذي توقعته مراكز استطلاعات الرأي. كنا نقول كل يوم بأن هناك هامش خطأ 3%، وبأن الدراسات توضح بأن هامش الخطأ الحقيقي في استطلاعات الرأي بخصوص الرئاسة هو 7 إلى 8%. كانت فيها لا أعرف السبب الذي خسر من أجله ترامب في عام 2020، لا أعرف السبب الذي ربح من أجله، ولكن بكل وضوح هناك استياء من الشعب الأمريكي تجاه الطبقة السياسية، أعتقد الديمقراطيين والجمهوريين. لا نعرف ماذا سيجري بعد 4 سنوات، ولكن هذا الانقسام واضح ويتعمق صح ويستمر. سأختم معكم بعنوان المرحلة القادمة، الأغلب أنها ستكون مرحلة ترامب الثانية. ما هو عنوانها المرحلة القادمة؟ أعتقد أن العمل هو عنوان المرحلة القادمة، على ترامب العمل وعلينا العمل أيضا للنهوض بهذه البلاد. دكتور أستاذ طارق، سيواجه ترامب يعني اختبارات صعبة في غزة مع الصين مع روسيا، والاختبار الأصعب هو أنه ربما تكون اضطرابات مستقبلية في الداخل الأمريكي. دكتور، أعتقد أنه ربما سيكون هناك بطء في تأقلم الولايات المتحدة مع التغيرات العالمية، من الواضح أن هناك استياء، هذا جيد، ولكن لنرى كيف سيترجم ذلك ومن هم من سيحيط ترامب به نفسه في إدارة البلاد في السنوات مرحلة القادمة. العمل، مرحلة الاضطرابات ربما ومرحلة التأقلم، بهذه العناوين لمرحلة جديدة في أمريكا في انتخابات كانت الأصعب، كانت الأكثر تشويقا والأكثر غرابة، وأرقام قياسية أيضا في الأموال التي صرفت عليها، يبدو أن ترامب يتجه نحو الفوز بهذه الانتخابات في ولاية ثانية، سيكون الرئيس 47، سيكون بعد هذه الانتخابات 60 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم على متابعتكم لهذه التغطية التي دامت 3 ساعات في برد قارس أقل من 10 درجات. ألتقيكم بإذن الله اليوم 10:30 بتوقيت دبي في برنامج قابل النقاش لتحليل كل هذه النتائج للانتخابات. تصبحون على خير بالنسبة لهنا، ويوم سعيد، يوم سعيد بالنسبة لدبي وكل متابعينا. شكرا، يعطيكم الصحة.